السلام عليكم سنة أولى، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم مريم ياسر من الفرقة التانية، وان شاء الله في الفيديو ده هنشرح المحاضرة التالتة مايكرو بعنوان Lower Respiratory Tract Infection، اللي هتكلم فيها عن اربع بكتيريات. طيب البكتيريات بقت كتير، والمديول ده مليان بكتيريات ومليان فيروسات مختلفة. طب افتكرهم ازاي واحفظهم ازاي؟ طيب اول حاجة بنعملها انه بنسمع الشرح، تمام؟ فهمنا، عرفنا ايه وضع الاسئلة والحاجات المميزة لكل بكتيريا، نروح ماسكين المحاضرة، تمام؟ ونبدأ بقى نذاكرها كويس ونأكد على الحاجات المهمة اللي بتميز كل بكتيريا، اللي هي مواضع الأسئلة. بعد كده نعمل إيه؟ نحفظها في شكل جدول، وده مهم لأن الجدول بيقارن لي البكتيريات ببعض وبيحدد لي إيه الحاجات المهمة اللي بتميز كل بكتيريا. وكمان لما بنيجي في الامتحان بيكون في استرس، فاللي بيشتغل عندنا أكتر الفوتو ميموري، تمام؟ فبنفتكر المعلومة دي كانت في الجدول في الصف كذا، وكان يا جماعة معلومة كذا، نفتكر في الامتحان، تمام؟ طيب حفظناها في شكل جدول، نيجي بقى ليلة الامتحان نبص على الجدول ده تاني، نمشي عينينا عليه ونأكد على الحاجات المهمة اللي بتميز كل بكتيريا، تمام؟ بس كده، وكده ان شاء الله يعني في الامتحان تفتكروا كويس وتحلوا كويس بإذن الله، والأسئلة ما تكونش صعبة ولا حاجة، تمام؟ طيب برضو في خلال المحاضرة في جدول كده انا عاملاه مقارن الاربع بكتيريات ببعض ومجمع الحاجات المهمة، هنبقى نراجع منه برضو ان شاء الله. طيب احنا بنتكلم عن ايه؟ البكتيريات اللي بتعمل انفكشن للور ريسبيراتوري تراكت. طب هو ايه اصلا اللور ريسبيراتوري تراكت؟ احنا عندنا الريسبيراتوري تراكت بينقسم ل ابر ولور. الابر عباره عن ايه؟ النيزال كافيتي، الفارينكس واللارينكس. طب بالنسبه بقى للور، بنبدا من عند التراكيه والبرونكاي واللانكس، دول اللي بنسميهم اللور ريسبيراتوري تراكت، ودولت البكتيريا بتاعتنا في المحاضره دي هتروح تعمل لهم انفكشن. ايه بقى البكتيريا اللي عندنا؟ ستريبتوكوكس نموني، كلافسيلا نموني، باسيلس انثروسيس، يرسينيا بيستس، تمام؟ طيب ستريبتوكوكس نموني، كلافسيلا نموني، يعني ايه نموني؟ نموني ده نسبة لي نمونيا. يعني ايه نمونيا؟ انفكشن في اللونج، انفكشن تو ذا لونج، ده بديهي. ليه؟ لان البكتيريات دي هتروح تعمل انفكشن في اللور ريسبيراتوري تراكت، اللي من ضمنها مين؟ اللونج. دي اهم اصلا اورجن موجود من ضمن اللور ريسبيراتوري تراكت، تمام كده؟ بعد كده عندنا الباسيلس انثروسيس واليرسينيا بيستس. نبدا اول حاجه معانا بالستريبتوكوكس نموني او النيوكوكاي، شكلها عامل ازاي؟ اول حاجه هي جرام بوزيتيف. طيب بصوا بالنسبه للالوان اللي انا عاملاها دي عباره عن ايه؟ اول حاجه ازرق، بعد كده احمر، ازرق واحمر، ده علامه الايه؟ ده هي جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف؟ طيب هنبدا اول حاجه ب البوزيتيف، هنبدا اول حاجه بالحاجه الايجابيه، يبقى ستريبتوكوكس نموني جرام بوزيتيف، كلابسيلا نموني جرام نيجاتيف، باسيلس انثروسيس جرام بوزيتيف، يرسينيا بيستس جرام نيجاتيف. هنمشيها ازاي؟ بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، سهله اهي، واحده كده واحده كده، بس نبدا بالحاجه الايجابيه، نبدا بالبوزيتيف، يبقى بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، تمام؟ كل اللي علينا نعرفه هنعرف ترتيب البكتيريات بالنسبه للمحاضره بتاعتنا، تمام كده وبس بقى، وهنقول بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، مفيش اسهل من كده، من قبل ما نعرف ايه البكتيريات دي اصلا، ومن قبل ما ندرسها خلاص حفظنا اذا كان هي جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف، تمام كده؟ ماشي. يبقى بالنسبه لما اجي اقول لكم بقى ستريبتوكوكس نموني اول واحده معانا او النيموكوكاي هي جرام ايه؟ جرام بوزيتيف، برافو. طيب شكلها عامل ازاي؟ بنقول ان هي اصلا الاسم بتاعها ما غششنا شكلها، ستريبتوكوكس نيموكوكاي، يبقى شكلها ايه؟ كوكاي. طيب في حاجه مميزه بقى بتكون ديبلوكوكاي، يعني ايه؟ تعالوا نبص على شكلها كده اهو، بتكون اتنين ماسكين في بعض، arranged in pairs، اتنين مع بعض، كل اتنين مع بعض، كل اتنين مع بعض، تمام؟ فهو اهو هي شكلها اهو كوكاي، بس اتنين مع بعض، فبنسميها ديبلوكوكاي ديبلوكوكاي. طب هو ايه الفراغ الابيض اللي حواليها ده؟ الفراغ الابيض اللي حواليها ده هو عباره عن الكبسول بس unstained، هو عباره عن الكبسول بس بيكون ايه؟ بيكون unstained، مش بيكون حصل له staining، تمام كده؟ ما خدش صبغه، تمام؟ ان هو عباره عن لون ابيض كده حواليها او هالو، تمام؟ طيب يبقى قلنا ان هي اول حاجه جرام بوزيتيف، جرام بوزيتيف لونها ازرق اهو. طيب شكلها عامل ازاي؟ كوكاي، بس شكلها ايه؟ ديبلوكوكاي، يبقى اتنين مع بعض ارينجد ان بيرز، عندها كبسول، طبعا عندها كبسول، هي كابسيوليتد كابسيوليتد. طيب نوع الكبسول ايه؟ بولي ساكرايد كبسول، بولي ساكرايد كبسول. في حاجه، معظم البكتيريات نوع الكبسول بتاعها بولي ساكرايد كبسول، ما عدا بكتيريا واحده معانا النهارده في المحاضره دي نوع الكبسول بتاعها مش بولي ساكرايد كبسول، ودي بوينت مهمه جدا 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 ومواضع سؤال، فهنجي لها ان شاء الله.
يبقى المورفولوجي بتاع الستريبتوكوكس نموري او النيميكوكاي عباره عن ايه؟ اول حاجه هي اول واحده معانا يبقى هي ايه؟ جرام بوزيتيف. طب شكلها عامل ازاي؟ هي كوكاي، يبقى كوكاي بس ايه؟ دبل كوكاي اروجيت امبيرز، بيكونوا اتنين مع بعض. طب عندها كبسول؟ اه عندها كبسول كابسيوليتد. طيب الكبسول بتاعها ده بيكون شكله عامل ازاي؟ اول حاجه هو بولي ساكرايد كبسول. طيب هو هو ان ستيند، مش بياخد ستيننج، فبيكون شكله عامل ازاي؟ لون ابيض كده حوالين الاورجانيزم او حوالين الديبلوكوكاي، شكله ان ستيند هالو، ان ستيند هالو، حلقه كده حوالين الاورجانيزم. تمام كده، تمام. ده الستريبتوكوكس نموني. الكالتشر بتاعها بقى اول حاجه هي نوعها ايه؟ اول حاجه بيقول لنا ان هي نوعها ايروبيك وفاكلتيف انيروب. يعني ايه؟ يعني في منها بيحتاج اكسجين تمام عشان ياخد الانرجي بتاعه ويتكاثر ويحصل له جروس، او فاكلتيف انيروب. يعني ايه فاكلتيف انيروب؟ والله لو في اكسجين هشتغل وهطلع انرجي وهعمل جروس، لو ما فيش اكسجين برضو هشتغل وهعمل جروس. تمام كده ماشي. وعلى فكره حاجه هنثبتها برضو، في حاجه كده كل ما احنا ماشيين هنثبت حاجه، الايروبيك والفاكلتيف انيروب في كل البكتيريا اللي معانا في المحاضره ما عدا بكتيريا واحده بس تمام، اللي هي الباسيلس انثراسيس. تمام هي دي الوحيده اللي بتكون ايروبيك بس، كلهم ايروبيك وفاكلتيف انيروب. تمام هنثبتها بقى كلهم مش هنتلخبط فيها، كلهم ايروبيك وفاكلتيف انيروب ما عدا واحده بس اللي هي الباسيلس انثراسيس او اللي هي الانثراكس، هي دي الوحيده اللي ايروبيك بس. طيب بيقول لنا ان الستريبتوكوكس نموني دي doesn't grow on ordinary media، ما يعني مش بيحصل لها جروس على الاوردينال ميديا اللي هي الميديا العاديه. طيب بس لو بص على اني ميديا، الانرجد ميديا هي محتاجه حاجات معينه ومحتاجه غذاء معين وبيئه معينه عشان تقدر ان هي يحصل لها جروس فيها، زي مين؟ السيرم اجار والبلاد اجار. يبقى هي يحصل لها جروس فين؟ على السيرم اجار والبلاد اجار اللي هم ايه؟ انرجد ميديا. طب هيحصل لها جروس على الاوردينال ميديا؟ لا، ما بتقدرش تعمل جروس على الاوردينال ميديا، لازم تكون ميديا معينه فيها الغذاء اللي هي محتاجاه، انرجد ميديا زي السيرم اجار والبلاد اجار. طيب قلنا على البلاد اجار بيحصل بشكل كولينز، الكولينز دي بتبقى شكلها عامل ازاي؟ بتعمل بارشيال هيموليسيس. احنا طبعا عارفين انواع الهيموليسيس، ان احنا عندنا كذا كذا نوع من عندنا ثلاثه، اول حاجه بيتا هيموليسيس ودي كومبليت هيموليسيس، شايفين كبيره ازاي؟ كومبليت هيموليسيس. طيب الالفا هيموليسيس ودي بارشيال هيموليسيس، بتكون ايه؟ بتكون بارشيال هيموليسيس. طيب والجاما هيموليسيس نو هيموليسيس. يبقى عندنا الفا ده البارشيال وبيتا ده اللي هو الكومبليت والجاما ده اللي هو الايه؟ اللي هو نو هيموليسيس. طيب البكتيريا بتاعتنا اللي هي النيميكوكاي او الستريبتوكوكس نموني بتعمل ايه بقى من هنا؟ نوع من دول بتعمل بارشيال هيموليسيس اللي هو الايه؟ الالفا هيموليسيس. يبقى هي بتعمل ايه؟ الفا هيموليسيس، مهمه دي، مهمه. طيب الالفا هيموليسيس دي بيكون حواليها ايه؟ بيكون حواليها جرينج ديسكلاريشن، لون كده اخضر، بصوا هنشوفه دلوقتي اهو، ده كده بيكون فيه لون اخضر كده حوالين الهيموليسيس اللي حصل ده نتيجه ليه؟ التكسير بتاع البلاد بيبان اللون الاخضر ده. يبقى هي بتعمل جرينج ديسكلاريشن مع ايه؟ مع الفا هيموليسيس، يعني بارشيال هيموليسيس. طيب ايه تاني يميزها على الكالتشر؟ بيقول لنا ان النيميكوكس تاي رابيدلي ان كالتشر دي تو ناتشرال اوتوليسيس. يعني ايه ناتشرال اوتوليسيس بقى؟ اوتوليسيس يعني هي بتموت من غير اي تدخلات، يعني انا مش بحط لها حاجه تموتها ولا في اي حاجه في الكالتشر تموتها، هي بتعمل اوتولايسيس، بتعمل اوتولايسيس، هي بتموت نفسها بنفسها. عشان كده بيقول لنا ان هي وصل لها بتداي رابيدلي، بتموت بشكل سريع في الكالتشرز تمام، لان يحصل لها حاجه اسمها ناتشرال اوتوليسيس. ازاي؟ احنا عارفين ان الجروس فيسز بتمر بكذا مرحله، بصوا معايا كده فين الستوري اللي كانت هنا، اه بتمر بكذا مرحله، اول حاجه اللاج اكسبونينشال او اللوج استيشنري، وبعد كده الدس. هي بقى اول ما بتوصل الاستيشنري فيز دي بتبدا ان هي تضاي بشكل كبير، يعني هي اصلا المفروض ان هي بتبدا تضاي كده في الاستيشنري بيكون العدد ايه؟ يعني تقريبا متقارب اللي هو الجروس مع الدس. لكن هي بقى بيميزها ان هي لما بتوصل الاستيشنري فيز دي تبدا ان هي تموت بشكل كبير او بشكل اكبر عن المعتاد، فبتعمل حاجه اسمها اوتولايسيس عن طريق انزيمز معينه كده بتطلعها، حوارات مالناش دعوه بيها. المهم ان احنا نعرف معلومه ان النيميكوكاي ديت بتموت بشكل سريع على الكالتشر. ليه بتموت بشكل سريع على الكالتشر؟ بسبب ان هي بيحصل لها حاجه اسمها ناتشرال اوتولايسيس. ناتشرال اوتولايسيس بتموت نفسها بنفسها. ماشي. طيب عندنا حاجه اسمها اوبتوشن. ايه الاوبتوشن ده؟ الاوبتوشن ده انتي بكتيريال. انتي بكتيريال يعني مضاد للبكتيريات، بيروح على بعض البكتيريات اللي بتكون سنسيتيفلي بيموتها وبتموت ومبقاش في كولوني في المنطقه اللي حطينا فيها الاوبتوشن ده. طيب في بكتيريا تانية بقى بتكون
مش بتكون سنسيتيف للاوبتيشن ده. طيب بكتيرياتنا بقى اللي هي النيوكوكاي دي بتكون سنسيتيف للاوبتيشن، بتكون سنسيتيف ليه. فانا لو حطيته على الكالتشر هلاقيها ان هي المنطقه اللي حطيت فيها بتموت ومفيش فيها كولوني. اهو انا جيت هنا اهو حطيت الاوبتيشن ده هنا كده في المنطقه دي، شايفين المنطقه اللي حواليها كلها دي، حصل ايه؟ حصل ديس للبكتيريا وما تكونش، ما حصلش فيه كولوني خالص في المنطقه دي، تمام. فهي سنسيتيف للاوبتيشن، سنسيتيف للاوبتيشن مهمه مهمه. هي بتكون ايه سنسيتيف للاوبتيشن؟ يعني مثلا هنا اهو انا جيت حطيت هنا بكتيريا اهو، تمام. البكتيريا دي مش سنسيتيف للاوبتيشن، تمام، ما بتاثرش بوجوده. فحطيت ما حصلش اي حاجه، الكولوني موجود وزي الفل. جيت بقى حطيتها في المنطقة دي في المكان ده كده اهو الاوبتيشن اهو، وحطيته هنا، لقيت ان المنطقة اللي حواليها كده مفيش فيها كولونيز، المنطقة دي حصل فيها دس للبكتيريا. فاستنتج ان البكتيريا دي ممكن تكون ايه بالظبط؟ ستريبتوكوكس نموني او نيوكوكاي. ستريبتوكوكس نموني او نيوكوكاي ليه؟ لان هي سنسيف للاوبتيشن. طيب لقينا معلومه بقى ان هو عباره عن انتي بكتيريال ايجنت، بس مش ينفع استخدمه كانتي بايوتيك في الهيومنز. هو بس بيقتل البكتيريا، بس هو مش انتي بايوتيك، يعني ما ينفعش استخدمه في جسمنا يعني، ومش هيقتل البكتيريا جوه جسمنا، تمام. انا بستخدمه على الكالتشر من ضمن الحاجات اللي بتميز بعض البكتيريات، لان بعض البكتيريات بتكون مميزه ان هي عندها سنسيتيفيتي تجاه الاوبتوشن ده. زي مين؟ زي الستريبتوكوكس نموني او النيموكوكاي. طيب نيجي بعد كده للبايوكيميكال رياكشن، بيميز النيوكوكاي ان هي تعمل فرمنتيشن للانيولين، تعمل فرمنتيشن للانيولين، تمام. تعمل له ايه؟ تعمل له فرمنتيشن. طيب اهو احنا عملت فرمنتيشن للانيولين. طيب بس كمان حاجه مهمه جدا 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 ودي مميزه قوي هنا بقى، ان هي سوليبل ان بايل. يعني ايه؟ يعني لو جبنا بايل وحطينا جواه النيوكوكاي هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها لايسيس وهتدوب جواه، هتبقى سوليبل ان بايل، تمام. فانا جبت اهو البكتيريا اللي هو الستريبتوكوكس نموني اهيت او النيوكوكاي وحطيتها جوه بايل، لقيت حصل لها لايسيز، بقت سوليبل جوه البايل. فدي حاجه برده مميزه ليها. يبقى عندنا بالنسبه للبايوكيميكال رياكشن هما كلمتين، بتعمل فرمنتيشن للانيولين وسوليبل ان بايل، بتعمل فرمنتيشن للانيولين وسوليبل ان بايل، بس كده. بالنسبه بقى للانتيجينيك ستراكشر والفايرلنس فاكتورز، هو واحد بس. احنا قلنا في الاول ان هي ايه؟ كابسيوليتد، عندها ايه؟ عندها بوليساكاريد كبسول. فالبوليساكاريد كبسول بتاعها ده بقى هو ده الانتيجينيك ستراكشر والفايرلنس فاكتور، تمام كده؟ تمام. واحنا عارفين دايما بنقول البكتيريا اللي عندها كبسول هي الاقوى، البكتيريا اللي عندها كبسول عندها انتي فاجوسيتك اكتيفيتي. فالكبسول ده بيخليها تعمل ايه بقى؟ بيبريفنت زي انجكشن باي الفاجوسايتس، بيخليها تبقى عندها انتي فاجو انتي فاجوسيتك اكتيفيتي، يعني بيمنع الانجكشن بتاعها عن طريق الفاجوسايتس، تمام؟ تمام. ايه تاني بقى؟ عن طريق الكبسول ده بقسم البكتيريات لتسعين نوع. يعني مثلا البكتيريا الفلانية عندها كبسول رقم واحد، يبقى هي بكتيريا رقم واحد. البكتيريا الفلانية عندها كبسول رقم اتنين، يبقى هي بكتيريا رقم اتنين، وهكذا. على اساس البوليساكاريد كبسول اللي موجودة عند البكتيريا قسمتها لتسعين نوع. يبقى لما يجي يسألني انا بقسم البكتيريا على اساس ايه او according to what، هيكون مين؟ البوليساكاريد كبسول. يبقى انا بقسمها على اساس ايه؟ بقسمها لتايس على اساس ايه؟ على اساس البوليساكاريد كبسول. هنسيب الكونجكت فاكسين ده هنرجع له في الاخر، ما تقلقوش يعني، تمام. طيب بس فده الانتيجينيك ستراكشر والفيرنس فاكتور. يجي يسالني مين الانتيجينيك ستراكشر للنيموكوكاي، اختار ايه؟ بوليساكاريد كبسول. طب مين الفيرنس فاكتور للنيموكوكاي؟ برده البوليساكاريد كبسول، تمام كده. تمام، بيعمل لها ايه؟ بنقسم على اساسه النيموكوكاي ل 90 نوع، وبيديها ايه؟ بيديها ان هي عندها انتي فاجوسيتك اكتيفيتي، بيمنع الانجكشن بتاعها عن طريق الفاجوسايتس. طيب عندنا تيست او رياكشن مهم جدا جدا بيحصل في الستريبتوكوكس نموني او النيموكوكاي، اسمه كولينج رياكشن. ايه بقى الكولينج رياكشن ده؟ بص انا دلوقتي قسمت البكتيريات البكتيريا قصدي 90 نوع على اساس الايه؟ على اساس الكبسول. طيب انا عندي عينه عاوزه اعرف البكتيريا اللي جواها دي انهي نوع، واحد ولا اتنين ولا 90 ولا 89، ده انهي نوع بقى؟ هعرفه على اساس ايه؟ اول حاجه اعملها هجيب النيموكوكاي دي او هجيب العينه دي واروح حط عليها ايه؟ حط عليها حاجه من اتنين. اول حاجه سبيسيفيك انتي بوليساكاريد سيروم، يعني ايه؟ جبت انتي بودي ضد الانتيجين اللي موجود على الكبسول اللي هو البوليساكاريد كبسول، سبيسيفيك انتي بوليساكاريد سيروم سبيسيفيك، يعني انا جبت
الانتي بودي رقم واحد اللي المفروض يروح يمسك في الانتيجين رقم واحد، لو نوع الكبسول واحد، لو نوع البكتيريا واحد، تمام. فانا حطيته على العينه اللي عندي، لو مسك معنى كده ان البكتيريا دي تايب 1، معنى كده البكتيريا دي رقم واحد، لان الانتي بودي السبيسيفيك رقم واحد اللي انا حطاه راح مسك في الانتيجين السبيسيفيك رقم واحد اللي موجود على البكتيريا وشفته، تمام. طيب ايه تاني ممكن احطه بقى؟ بوليفالنت انتي سيروم، بدل ما احط سبيسيفيك لا هحط كله بقى بوليفالنت، احط كتير، احط انتي بودز كتيره او احط كل الانتي بودز، وهكون معلماها بقى. فواحد هيروح يمسك في واحد، اتنين هيروح يمسك في اتنين، تلاته هيروح يمسك في تلاته، واقدر ان انا اشوف واعرف نوع البكتيريا اللي موجوده عندي في العينه. حلو كده؟ ماشي. هشوف ايه بقى؟ طب هعرف ازاي ان ده راح مسك فيه؟ هلاقي ان حصل كبسول بقى سوالين، بقى عندي سوالين كبسول. ازاي؟ ده شكلها الطبيعي اهو قبل ما احط الانتي سيروم وقبل ما احط اي حاجه، اعمل اي حاجه. طيب لما يروح يمسكه بقى، هتيجي هنا كده على الكبسول، هيروح الانتي بودي ماسك في الانتيجين اللي موجود على الكبسول، يتجمعوا كلهم في الحته دي، فيحصل سوالين كبسول. يبقى عندي سوالين كبسول، الكبسول يبقى منفوخ كده، واعرف اشوفه كويس جدا تحت الميكروسكوب، شكله يبقى واضح قوي انه بيكون ايه، سوالين ومنفوخ كده حوالين البكتيريا، تمام. يبقى تاني الكولينج رياكشن. ايه الكولينج رياكشن؟ انا قسمت البكتيريات ل 90 نوع على اساس البوليسكريت كبسول بتاعها. طيب عندي عينه، انا عاوزه اعرف هي انهي نوع من التسعين دول، هروح جايباها واروح حاطه عليها حاجه من الاثنين. اول حاجه سبيسيفيك، سوري، اول حاجه سبيسيفيك انتي بولي ساكرايد سيروم، حطيت واحد. لو هي العينه دي فيها نيوكوكاي نوع واحد، هيروح يمسكوا الاثنين في بعض، لما يمسكوا في بعض الانتيجين انتي بودي يتجمعوا عند الكبسول، يحصل كبسول سويلينج، فاعرف اشوفه كويس بالشكل ده تحت الميكروسكوب، تمام. طيب ممكن احط ايه تاني؟ ممكن احط بوليفالنت انتي سيروم كتير مع بعض، انتي بودي كتير، انواع مختلفه، فيروح يمسكوا في الانواع اللي شبههم بالنسبه للانتيجين. مسكوا، هعرفهم ازاي؟ هلاقي برضو ان في كابسولار سويلنج، هلاقي ان في سوالين كابسول بقى منفخ كده، وهشوفه تحت الميكروسكوب هعرف ان هما الاثنين مسكوا في بعض، وهعرف نوع البكتيريا، تمام. الطيب بتاعها اصلا، ماشي. بس كده بقول ان انا بستخدم الرياكشن ده في ان انا اعمل ديتكشن واعمل تايبنج سريع للنيوكوكاي، سواء كانت في السبيوتم بقى او في السبيسمن اللي انا خدتها او في الكالتشر، بعمل الايه الكولينج رياكشن ده. وعرفنا يعني ايه كولينج رياكشن، مهم جدا، بيظهر في ايه؟ السوالين كبسول. يبقى السوالين كبسول ده بيظهر في انهي رياكشن؟ في الكولينج رياكشن، في انهي بكتيريا؟ النيوكوكاي او الستريبتوكوكس نيموني، تمام. بستخدمه في ايه؟ بستخدمه ان انا اعمل ديتكشن وتايبنج للنيوكوكاي دي، اعرف نوعها ايه بالنسبه لل 90 نوع اللي حددناهم على اساس الكبسول. طيب نيجي بعد كده للباثوجينيسيس، هي بتعمل ايه؟ الامراض اللي ممكن تعملها الستريبتوكوكس نيموني، اسمها الستريبتوكوكس نيموني، بتعمل ايه؟ نمونيا، انفكشن في اللنج. طيب عندنا منها نوعين، برايمري انفكشن وسكندري انفكشن. يعني ايه برايمري انفكشن؟ يعني اول ما البكتيريا دي دخلت جوه الجسم، عارف طريقها دايركت، راح هتعمل انفكشن لللنج، وهي سبب الانفكشن ده. يعني هي اول ما دخلت عملت العدوى دي، ما لفتش في مكان او ما جاتش فوق عدوى تانية، لا هي السبب، هي اول سبب، هي السبب الاساسي، هي البرايمري كوز، عامل برايمري انفكشن، تمام. طيب فبتعمل انهي نوع من النمونيا بقى؟ لوبر نمونيا. يعني ايه لوبر نمونيا؟ لوبر دي جايه من لوب، بتروح تافكت لوب كامل، تمام. فبتعمل لوبر نمونيا. طيب سكندري انفكشن، يعني ايه سكندري انفكشن؟ يعني البكتيريا لما دخلت جوه الجسم لفت، يعني هي مش داخله اساسي لللنج، هي اصلا مش راح تعمل انفكشن في الاستريبتوكوكس، ولكن مثلا لفت عن طريق البلط وبعد كده راحت لللنج، او كان في انفكشن ثانيه مثلا زي فايرال انفكشن، الفايرال انفكشن دي عملت مشاكل، فبالتالي جه عليها عدوى من بكتيريا، فبقت العدوى البكتيريا دي سكندري للفايرال انفكشن اللي كان موجود. يبقى الفايرال انفكشن هو اللي برايمري، جه بعديه عليه عدوى ثانيه اللي هي الايه، اللي هي البكتيريا، فبسميها سكندري انفكشن. طيب السكندري انفكشن دي بتبقى انهي نوع من النمونيا؟ برونكو نمونيا. البرونكو نمونيا دي بتكون مختلفه عن اللوبر في انها بتكون باتشي وديفيوز، ممكن تاخد اللنج كلها اصلا، تمام.
لكن اللوبه بتاخد لوب كامل لوحده كده، ممكن تاخد لوب بس واحد، لكن البرونكو نمونيا بتروح تعمل ايه، تعمل ديفيوز وباتشي نمونيا، يعني انفكشن في اللونج، ممكن تاخد اللونج كلها اصلا. تمام كده، يبقى دي بس عشان قلنا ان احنا عندنا برايمري انفكشن لوبر نمونيا وسكندري انفكشن برونكو نمونيا، ممكن تيجي بعد فايرال انفكشن سكندري لفايرال انفكشن. طيب بيقول لنا معلومه بقى، النيموكوكاي او السيبتوكوكس نيموني دي موجوده بشكل كومنسال طبيعي في اجسامنا. يعني انا عندي سيبتوكوكس نيموني وعندي نيموكوكاي، وانتوا عندكم سيبتوكوكس نيموني او نيموكوكاي، طيب ليه ما عندناش انفكشن في اللنج؟ الحمد لله، يعني بسبب ان في مناعه، في حاجه بتصد الانفكشن دي، فهي قاعده ومفيش مشكله وكومنسال وعادي خالص. طيب لو الريزيستنس او المقاومه تجاه السيبتوكوكس نيموني او النيموكوكاي دي قلت، هيحصل ايه؟ هيحصل انفكشن، هتبدا بقى تتقاتل علينا وتعمل ايه، وتعمل الاعضاء بتاعتها. طيب ايه الحاجات اللي تقلل الريزيستنس تجاه السيبتوكوكس نيموني او النيموكوكاي؟ اول حاجه ابنورماليتيز في الريسبيتوري تراكت، في مشاكل غير طبيعيه في الريسبيتوري تراكت، في كونجنتال اناموليز مثلا، فبالتالي مهدت الطريق ان تصيبنا بعدوى. تمام. طيب ايه تاني؟ الكحول والدراجز، دي مصيبة، اي حاجة اصلا فيها الكحول يبقى هتعمل مشاكل. تمام. ده لانهم بيعملوا ايه؟ بيروحوا يعملوا يقللوا الفاجوسيتيك اكتيفيتي، ده احنا اصلا الماكروفاج عندها مشكلة بسبب الكبسول بتاع السيبتوكوكس نيموني، راحت الكحول مقللة الفاجوسيتيك اكتيفيتي بزيادة وقللت الكاف ريفلكس. الكاف ريفلكس ده من ضمن الريفلكسات المهمة عشان اتخلص من العدوى. تمام. فراحت قللت دول، فيحصل ايه؟ فيحصل عدوى، قللت الريزيستنس. ايه تاني؟ لو في abnormal circulatory dynamic، يعني ايه؟ زي مثلا pulmonary congestion، الدم اتجمع في الفيسلز، تجمع الدم في الفيسل يجمع البكتيريا، تتكاثر البكتيريا في المكان ده تعمل infection. او لو في heart failure يحصل نفس الحوار، حصل stagnation للبلد، البلد اتجمع في الفيسل، اتجمع في مكانه، اتجمعت البكتيريا عملت infection. لو الشخص ده اصلا هو ضعيف جسديا، فبالتالي الايميو سيستم بتاعه ضعيف، مال نيوتريشن جنرال ديبيليتي، ما بياكلش كويس، ضعيف ومش قوي، عنده كومبلمنت ديفيشنسي. الكومبلمنت ده جزء مهم جدا 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 من المناعه عشان يواجه البكتيريات، وخاصه البكتيريات اللي عندها كبسول. طيب عنده كومبلمنت ديفيشنسي، يبقى عنده لو في ريزيستنس، مش هيقدر يقاومها. اخر حاجه فايرال انفكشن، زي ما خدنا قبل كده ممكن تحصل سكندري انفكشن نتيجه لوجود فايرال انفكشن من قبل كده. تمام. دي الحاجات اللي تقلل الريزيستنس تجاه النيموكوكاي، كلها حاجات بديهيات، كلها معناها ايه؟ ان هي بتقلل المقاومه ضد مين؟ ضد البكتيريا دي، فتقدر ان هي تعمل انفكشن. تمام كده. تمام. طيب الدياجنوزيس بقى، اول حاجه باخد سبيسمن العينه بتاعتي، العينه بتاعتي في حاجه هتكون ايه؟ انا بتكلم في ريسبيتوري تراكت، يبقى اول حاجه هفكر فيها هاخدها من السبيوتم. طيب اول حاجه نعمل ستين باي ايه؟ الجرام ستين. طيب هتطلع شكلها عامل ازاي؟ زي ما قلنا اول حاجه هي جرام بوزيتيف ولا نيجاتيف، دي اول بكتيريا معانا، يبقى ايه؟ يبقى جرام بوزيتيف. شكلها عامل ازاي؟ احنا بنقول ستيتوكوكس، يبقى كوكاي، بس نبدا كوكاي عندها كبسول، عندها كبسول، الكبسول بيكون شكله عامل ازاي؟ اينستين هالو. ماشي. في تيست مميز ليها جدا وهو بيحصل فيه كبسول سويلنج، ده اللي هو من الكورينج رياكشن. تمام. زي ما قلنا بقى اللي هو بيحط انتي سيروم مع العينه ومش عارف ايه والكلام ده كله، يعني عشان نعمل تايبنج للنيوكوكاي، عرفناه خالص. طيب الكالتشر بقى، باخد سبيوتم بحطه في كالتشر على بلاط اجار وشوف اللي هيحصل. قلنا هيحصل ايه؟ بارشال هيموسيس، الفا هيموسيس، وفي جرينش ديسكالريشن. اتكلمنا برضو عن الاوبتيشن سنسيتيفيتي اللي هو سنسيتيفلي اوبتيشن، وان هي تعمل برضو اوتوليسيس او اوتولايسيس. ايه تاني ممكن اعمله في الدياجنوزيس؟ اعمل انترا بروتينيال انجكشن انتو الليبراتوري مايس، هجيب الفار وراح جايب عينه وهحقنها في البروتينيال بتاعه، بعد كده الفار ده هيموت من خلال 18 ل 24 ساعه، يعني في خلال يوم الفار ده هيكون ميت، بعد كده هناخد منه عينه ونحطها على بلاط اجار وهنشوف بشكل كويس جدا 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 النيموكوكاي. تمام. ده كده الدياجنوزيس، بسيط ان شاء الله. التريتمنت ده ما كانش عليكم في الداتا الجديده، يعني الدكتور منزلاها، بس قلنا يعني قلت نعرفه وخلاص، مش مشكله. يعني اللي هو مين دراجو في تشويس في الحاله دي؟ البنسلين، يعني نعرف المعلومه دي وخلاص، هو كده كده مش عليكم لان المصدر بتاعكم الداتا. فتمام كده. البريفنشن بقى، جينا بقى للفاكسينز اللي بنستخدمها ضد النيوكوكاي، اللي هما مين؟ نيوكوكال بولي ساكرايد فاكسين،
فاكسين معمول من الكبسول اسمه نيوكوكال بوليساكرايد فاكسين البي بي في. نيوكوكال بوليساكرايد فاكسين ده بيجي معمول من ايه؟ معمول من البوليساكرايد كبسول. طيب دلوقتي ده كنا بنستخدمه في الاول، بعد كده احتاجنا ان يكون في فاكسين اقوى ويخلي الريسبونس بتاع الجهاز المناعي اقوى. طيب فعملوا ايه بقى؟ راحوا جايبين الفاكسين ده اللي هو معمول من الكبسول البوليساكرايد، وجابوا الكبسول اللي هو البوليساكرايد كبسول، وعملوا ايه بقى؟ ضافوا عليه بروتين، وعملوا حاجه اسمها كونجيجيت فاكسين. نيوكوكال كونجيجيت فاكسين عباره عن ايه؟ نيوكوكال كونجيجيت فاكسين ده ان احنا جبنا الكبسول البوليساكرايد فاكسين اللي كان معمول في الاول اللي معمول من الكبسول اللي هو البوليساكرايد كبسول، وحطينا عليه بروتين. طيب الكونجيجيشن اللي حصل ده خلى يحصل ايه؟ خلى الريسبونس بتاع الاميون سيستم اقوى واحسن ضد العدوى، تمام؟ طيب البي سي في او النيوكوكال كونجيجيت فاكسين ده بستخدمه في مين؟ بستخدمه في الاطفال اللي اقل من سنتين، لان الاطفال اللي اقل من سنتين دول لو حصل عندهم عدوى في اللي هو الصدر او الجهاز التنفسي ده تبقى مشكله طبعا، ومحتاجين حاجه قويه تخلي يحصل ريسبونس كويس يقلل العدوى او يعني يقوي المناعه ضد العدوى دي، تمام؟ بس كده ده بالنسبه للبريفنشن. عندنا اثنين من الفاكسين، البي بي في اللي هو النيوكوكال بوليساكرايد فاكسين، والبي سي في اللي هو النيوكوكال كونجيجيت فاكسين. هو عباره عن ايه؟ عباره عن كبسول بوليساكرايد عملت له كونجيجيشن مع البروتين خلى الريسبونس اقوى، بديه للاطفال اللي اقل من سنتين. مهم الاطفال اللي اقل من سنتين. بس كده نكون خلصنا الستريبتوكوكس نيموني او النيوكوكاي، ان شاء الله ما يكونش فيها مشكله. وقلنا اهم حاجه نركز عليها ان هي عندها بولي ساكرايد كبسول، والحاجات المميزه في كل حاجه، والكولينج رياكشن مهم 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 مهم. ماشي، نيجي بعد كده للبكتيريا الثانيه معانا وهي الكلابسيلا نيموني. الكلابسيلا نيموني او بنسميها اسم تاني اللي هو الفرايد لاندرز باسيلس، ده على اسم العالم اللي اكتشفها، كلابسيلا نيموني او الفرايد لاندرز باسيلس. طيب قبل ما ناخدها في معلومة عن فاميلي من البكتيريات اسمها انتيروبكتيريز. الانتيروبكتيريز دي عائلة من البكتيريات بتنقسم لي اتنين كمان تحتيها اللي هم لاكتوز فيرمنترز بنسميهم الكولي فورمز، والنون لاكتوز فيرمنترز قسمت العائلة اللي هي الانتيروبكتيريز دي على اساس هي بتعمل فيرمنتيشن للاكتوز ولا ما بتعملش. طيب اللي بيعمل فيرمنتيشن للاكتوز بنسميهم ايه؟ كولي فورمز. منهم مين؟ الايكولاي، كلابسيلا، سيتروباكتر، انتيروباكتر. يبقى الكلابسيلا بتاعتنا اللي هندرسها هي من عيله مين؟ من عيله الانتيروباكتيريز. انهي نوع فيهم؟ اللاكتوز فيرمنترز اللي هو بنسميهم الايه؟ الكوليفورمز، تمام كده؟ تمام. معذره معلش. طيب نكمل. فهي ممبر من ايه؟ من الكوليفورمز. في الكوليفورم باسيلاي اللي هما بيعملوا لاكتوز فيرمنتيشن، اللي هما من ضمنها مين كمان؟ الايكولاي، كلابسيلا، سيتروباكتر، انتيروباكتر. بيقول لنا ان معظم الانواع دي من البكتيريا سابروفيتك في الووتر والسويل. يعني ايه؟ هي بتكون موجوده في الووتر والسويل، بتكون سابروفيتك يعني بتتغذى على الديد اورجانيزمز، بتحول الاورجانيك ماتيريال اللي موجوده ديت حواليها في الطبيعه في الووتر او السويل لانرجي، وبتعيش حياتها عادي، مش محتاجه تدخل جوه جسم الانسان عشان تعيش وكده، لا هي بتعيش عادي في الووتر والسويل بشكل سابروفيتك، بتتغذى على الديد اورجانيزمز، بتحول الاورجانيك ماتيريال اللي حواليها دي لانرجي. طيب انا بقى سبسترينز يعني بعض من الانواع بتاعتها بتبقى موجوده بشكل كومنسل يعني بشكل طبيعي، ما بتعملش مشاكل ولا بتعمل امراض بشكل يعني لو الانسان ده هيلثي طبعا. بتكون موجوده بشكل كومنسل في الانتستين والريسبيراتوري تراكت، وبعضها بيعمل امراض، تمام؟ بس كده كل اللي احنا عاوزين نعرفه ان هنعرف ان الكلابسيلا من انهي نوع اللي هو الكوليفورم باسيلاي من عائله الانتيروباكتيريز، تمام؟ هي بتنقسم لانهي واحده؟ زي ما قلنا اللي هو الكوليفورم اللي هي لاكتوز فيرمنتنج ميمبرز اللي هو بيعملوا فيرمنتيشن للاكتوز. شكلها عامل ازاي بقى الكلابسيلا دي؟ اول حاجه جرام نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ هي ثاني واحده معانا قلنا ايه؟ بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف، هي ايه؟ جرام نيجاتيف. طيب شكلها عامل ازاي؟ بس اللاي ولا الكاي؟ من اسمها اكيد بس اللاي، تمام؟ طيب مطيل ولا نان مطيل؟ نان مطيل. احنا شايفين فلاجيلا او اي حاجه؟ لا مفيش فلاجيلا او اي حاجه، نان مطيل. عندها كبسول كابسوليتد،
سواء لو كانت في التشو او في الفيترو، يعني ان فيفو او ان فيترو عادي، في حالتين عندها كبسول. تمام كده. يبقى تاني المورفولوجي بتاع الكلبسيلا، الكلبسيلا جرام بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هي تاني واحده يبقى جرام نيجاتيف. طيب بس اللي لك القاي، بس اللي طويله اهي وباينه قدامنا. تمام. مطيل ولا نون مطيل؟ نون مطيل. كابسوليتد ولا لا؟ كابسوليتد. كل اللي احنا هنتكلم عنهم النهارده هم كابسوليتد بكتيريا. تمام. جرام نيجاتيف بس اللي نون مطيل كابسوليتد. الكالتشر بتاعتها بقى، ودي مهمه جدا 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 و جاي في الامتحان. تمام. هي مهمه قوي، يعني من ضمن مواضع الاسئله المتوقعه جدا، زي ما حفظنا خلاص كلهم ايه اللي هو ايروبس فقدتها في ايروب، ما عدا واحده بس اللي هي قبل الاخيره. تمام. وهنجيها دلوقتي وهنشوفهم كلهم في الجدول دلوقتي في الاخر، يعني ان شاء الله نجمعهم كلهم كده. يبقى هي ايروب فقدتها في ايروب. الاوبتيمم تمرش بتاعتها عاديه خالص لو 37 درجه. تمام. ديت بقى بتجروه على الاوردينال ميديا عادي، مش زي النيموكو كاي اللي كنا بنتكلم عن النيموكو كاي. قلنا ايه؟ قلنا ان هي مش بتعمل جروس على الاوردينال ميديا، لا هي مزاجها بقى ان هي تعمل جروس على الانرجي ميديا، لازم انرجي ميديا. لكن الكلابسيلا بسيطه ما عادي هتعمل جروس على الاوردينال ميديا. طيب بالنسبه بقى للسلكتيف ميديا بتاعتها، وده مهم وده السؤال، انها تعمل جروس على ماكونكي ميديم. تعمل جروس على ايه؟ الماكونكي ميديم. تعمل جروس على ايه؟ ماكونكي ميديم. تاني وتالت ورابع ماكونكي ميديم. طيب شكلها بقى عامل ازاي بقى؟ ودي برضه مهمه جدا جدا جدا. بتعمل روز بينك كولنز. ليه؟ لان قلنا ان هي من اللاكتوز فيرمنترز، لما بتعمل فيرمنتيشن للاكتوز بتظهر الروز بينك كولنز دي. هنبص هنا، ده كده ماكونكي اجار اهو، هي لونه ايه؟ لونه بينك، لونه روز كده. بسبب ايه؟ بسبب ان هي عملت فيرمنتيشن للاكتوز، فبان الشكل اللي هو البينك ده. تمام؟ مهم. روز بينك كولنز بسبب لاكتوز فيرمنتيشن، بتبقى على انهي ميديم؟ على الماكونكي ميديم. شكل الكولنز عامله ازاي؟ بتكون بيج، بتكون كبيره، شايفين اهو بيج وكبيره. طيب بتكون هاي كونفكس. لو جينا كبرنا هنا كده وبصينا هنلاقيها كانها مرتفعه شويه كده عن السطح بتاع الميديم او عن سطح الاجار، وشكل وكونفكس كده اهو، شايفين عامله كده، عامله كده اهو، كده اهو مرفوعه لفوق شويه، بتكون بيج وكونفكس. وعندها ميوكويد ابيرنس، يعني ممكن اقول تبقى يعني شبه الميوكوس، بتكون لزجه كده، لزجه شبه الميوكوس. ليه؟ لان هي بتطلع اكسترا سيرو سلايم، بتطلع سلايم كده موجود في الاجار، فبيديها شكل الايه؟ الميوكويد ابيرنس، بتكون شبه الميوكوس كده، بتكون لزجه، لان السلايم برضو لو عارفينه يعني السلايم ده بيكون ماده لزجه، فبيبقى شكلها كده على الاجار. يبقى تاني الكالتشر مهم قوي قوي، الميديم مين؟ ماكونكي ميديم. طيب شكلها عامل ازاي؟ بتطلع روز بينك كولنس، مهمه روز بينك كولنس، بتطلع لون بينك. ليه؟ لان هي بتعمل فيرمنتيشن للاكتوز. طيب شكلها عامل ازاي كولنس دي؟ بيج وهاي كونفكس، عندها ميوكويد ابيرنس. طيب البايو كيميكال رياكشن بقى، البايو كيميكال رياكشن بنقول ان هي بتعمل فيرمنتيشن لجلوكوز، لاكتوز، مالتوز، مانايت. لاكتوز دي اكيد اكيد حافظينها، والجلوكوز ده اول سكر بيجي في دماغنا ثابت، الجلوكوز ثابت واللاكتوز عارفينه، وبتعمل الفيرمنتيشن كمان للاتنين ام، من الاتنين ام مالتوز ومانايت، مالتوز ومانايت. يبقى هنثبت الجلوكوز، الجلوكوز السكر الاساسي اللي احنا عارفينه هنثبته، واكيد اكيد هي تعمل فيرمنتيشن للاكتوز. انا بتكلم على الكلبسيلا، هي تعمل فيرمنتيشن للاكتوز. طيب والاتنين ام المالتوز والمانايت بتطلع بقى مع الفيرمنتيشن ده اسيد وجاز، الاتنين اسيد وجاز. طيب ننزل بقى للاي ام في سي، وننزل بقى للاندول بيساير ريد الفوكس بروسكر والستريت. بقول ان هي نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف، هنحفظها كده نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف. احنا اصلا عارفين اللي هو ام فيك اللي هو اي ام في سي، نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف. بالنسبه للاندول بتكون ايه؟ نيجاتيف. المسير ريد اللي هو الام نيجاتيف، الفوكس بروسكر اللي هو الفي بوزيتيف، الستريت بوزيتيف، اتنين نيجاتيف واتنين بوزيتيف. تمام. بالنسبه للاندول بص بتاعها بيكون شكلها عامل ازاي؟ بيكون ريد، فهي شكلها هيكون شكلها بيكون ريد، فشكلها هيكون نيجاتيف اللي هو ليه؟ اللي هو اللون الاصفر ده. طيب المسير ريد بيكون شكله عامل ازاي؟ لو بوزيتيف هيكون ريد، لو نيجاتيف هيكون يلو كده، فهي ايه؟ فهي اليلو ده. طيب بالنسبه للفوكس بروسكر بقى، لو بوزيتيف هيكون اللون الاحمر ده، لو نيجاتيف هيكون اللون الايه؟ الاصفر ده، فهي هتكون اللون الاحمر لان هي بوزيتيف. طب بالنسبه للستريت، لو نيجاتيف هيكون اللون الاخضر، طيب لو بوزيتيف هيكون اللون الايه؟ هيكون اللون الازرق، فهي بوزيتيف، فهي هتعمل اللون الازرق. ملناش دعوه بده، اهم حاجه عندي نعرف نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف، لانه ده برده من موضع الاسئله. الانفك اللي هو الاي ام في سي نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف، خلاص حفظناها بقى ماشي. طيب الباثوجينيسيس بتاعت الكلبسيلا،
اول حاجه هي تعمل سيفير فورم اوف لوبر نمونيا، وعرفنا يعني ايه لوبر نمونيا، انفكشن في اللنج بيسيب لوب كامل، فبتعمل سيفير فورم بتكون قويه جدا with a relatively high mortality، وعدد الوفيات او الناس اللي بتموت بسبب اللوبر نمونيا بتاعت الكلبسيلا عالي، لان هي راح تعمل سيفير يعني قويه جدا وخطيره جدا. كمان بتعمل حاجه اسمها UTI يعني urinary tract infection، عدوى في الجهاز البولي urinary tract infection. الكلبسيلا بتعمل ايه؟ بتعمل severe form of lobar pneumonia مع high mortality، وتعمل ايه كمان؟ UTI، ودي مميزه ليها. فممكن تكون موضع اسئله يقول لنا مين البكتيريا من دول اللي بتعمل UTI؟ كلبسيلا. مين اللي بتعمل UTI؟ كلبسيلا. ماشي. الدايونز بقى الاسبيسمان هياخد سبيوتم، وطبعا هعمل له ستيننج بالجرام ستين، يبقى شكله عامل ازاي؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هي تاني واحده يبقى بوزيتيف نيجاتيف، وهي جرام نيجاتيف. بعمل لها كاتش على انهي ميديوم بقى؟ ودي مهمه قوي قوي قوي، ماكونكي ميديوم. طب شكلها بيكون عامل ازاي؟ قلنا اللي هي روز بينكون السبب انها بتعمل فيرمنتيشن للاكتوز. مهمه قوي الجزئيه دي، يعني دي اهم حاجه في الكلبسيلا اصلا. كده نكون خلصنا الكلبسيلا وعرفنا ايه اهم حاجه فيها، ان هي ماكونكي ميديوم وشكلها بيكون عامل ازاي. ماشي، نيجي بعد كده للثالثه معانا، وهي البسيلس انثراسيس او انثراسيس. تمام، دايما عندي مشكله في نطق الكلمه دي، بسيلس انثراسيس، بسيلس انثراسيس. تمام، طيب جرام بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ محدش يبص، انتوا اللي هتقولوا. طيب قلنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، احنا في الثالثه بقى ايه؟ يبقى جرام بوزيتيف. اسمها بسيلس، يبقى هي ايه؟ باسيلاي، يبقى جرام بوزيتيف باسيلاي. بس الرينج بقى في ايه؟ لونج تشين، دي حاجه مهمه ليها. طبعا نان موديل اللي قبلها برده كانت نان موديل عادي، فبيكون لونج تشين. بص شكلها بيبقى عامل ازاي اهو، ادي اهو شكلها بيبقى عامل كده اهو يا جماعه، كده بيكون سكوير اند كده في الاخر يعني اهو كده، بيبقى شكلها عامل كده اهو. تمام، بتبقى موجوده في لونج تشين طويله كده، شايفين اهو ماشيه في تشين طويله كده. تمام، يبقى الباسيلس انثراسيس مورفولوجي جرام بوزيتيف باسيلاي من اسمها، يبقى جرام بوزيتيف باسيلاي ارينجد ان لونج تشين، تشين طويله بتكون نان موتايل. طبعا احنا مش شايفين اي فلاجيل. طيب عندها سبور؟ اه عندها سبور سبيريليتد، بس في الفيترو. لا مثلا بتكون موجوده في الارض في السويل او كده، بتعرض درجه حراره عاليه او كده، بتروح عامله ايه؟ بتروح عامله سبور عشان تقدر ان هي تقاوم الحاجات اللي حواليها دي وتموتش. تعمل ايه؟ تعمل سبور، فهي سبيريليتد ان فيترو. شكل السبور مهم، شكل السبور مهم، شكله عامل ازاي؟ اوفال وسنترال، وهنزود نوت بولجنج برضو. يعني هيحصل اصلا من الحاجات اللي بنكومنت على السبور بيها، ان هي بولجنج ولا نون بولجنج، بس نعرف اللي عندنا، لان زي ما قلنا الداتا هي المصدر بتاعكم. فاوفال وسنترال اهي السبور يا جماعه، شايفين اهو في النص على طول، يعني هي شكلها عامل كده اهو في النص هنا كده، بيكون ايه؟ او شكلها اوفال، اوفال وسنترال، اوفال وسنترال في النص وبيضاويه الشكل كده، دي السبور بتاعه الانثروسيس. وبيقول لي برده معلومه ان هو not stained with gram stain، مش بيحصل لها ستيننج بالجرام ستين. فبشوفها حلقه مفرغه برده، زي مين؟ زي مين؟ الكبسول بتاع مين؟ بتاع النيمفوكاي او الستوكوكاس نيموني. بجد برافو شطار، انا عارفه انت قلتوها ولما قلتهاش فبرده عادي، لانه يعني لسه بنسمع المحاضره لسه ما ذاكرناهاش، بس اللي متاكده منه ان انت شطار يعني. ماشي، فهو اسبوريليتد في الفيترو، السبور دي بتكون ايه؟ اوفال وسنترال، اوفال وسنترال. بيحصل لها ستيننج بجرام ستين ولا لا؟ لا طبعا، احنا شايفينها قدامنا اهو، اهو شايفينها كانها ايه؟ كانها اي ستينز اهو. تمام، لونها ابيض ما حصلهاش ستيننج بالستين. طيب قلنا السبورز دي بتقاوم الدراي هيت وسيرتن كيميكالز ديس انفكتنس، وبت بيرزيست فور ييرز في الارض، بتقعد لسنين عادي في الارض من غير ما تموت، من غير ما تتعرض لدرجه حراره عاليه فتاثر عليها. لا، السبورز دي بتكون ريزيستنت للحاجات دي كلها، بتكون ريزيستنت للهيت، للكيميكالز ديس انفكتنت اللي حواليها اللي ممكن تتاثر عليها وتعمل لها ديس انفكشن، يعني تتخلص منها، او بتفضل عايشه لفتره طويله جدا في الارض بسبب ان هي بتعمل سبور، بسبب ان هي اسبوريتد. وقلنا شكل السبور مهم، اوفال وسنترال نوت ستيند باي اكزام ستين. تمام، هنفتكر الشكل ده كده، وهنفتكر ان في كانت نقط بيضه، النقط البيضه دي في النص شكلها بيضاوي. لا ما تعملش كده بالله. ماشي، نيجي اللي بعد كده، ان الاورجازم ده قلنا ان هو عنده كبسول، هو كابسوليتد، قلنا ان كلهم اصلا كابسوليتد. تمام، فهو كابسوليتد بولي بيبتايد كبسول. الجزئيه دي
مهمه 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 من هنا لحد بكره، لان ده من ضمن او الوحيده تقريبا اللي عندها بولي بتايت كبسول. يبقى الكبسول بتاع الباسيلس انتروسز انهي نوع؟ بولي بتايت كبسول، بولي بتايت كبسول، بولي بتايت كبسول. مهمه 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 مهمه. نوع الكبسول بتاع الباسيلس انتروسز انهي نوع؟ بولي بتايت كبسول، بولي بتايت كبسول. الكبسول ده بيكون حواليها لما بتكون جوه البادي ان فيفو يعني، تمام؟ مش الكبسول ده بقى في برضه دي حته مهمه جدا، السلايد دي كلها مهمه اهي، نجمع السلايد كلها. الكبسول ده بيكون انستيند، حلو، اراوند الاورجانيزم في جرام ستين. يعني انا لو صبغته بالجرام ستين مش هشوف، هلاقيه انستيند، حلو، زيه اخوه الكبسولر برضه اللي هو البوسيلات كبسول بتاع الليبوكوكاي انستيند حوالين الاورجانيزم. لو صبغته بجرام ستين تبقى اشوفه ازاي؟ بستخدم صبغه تانية اسمها بوليكروم ميثايلين بلوم. بوليكروم ميثايلين بلوم، طيب بوليكروم ميثايلين بلوم دي بقى هتعمل ايه؟ هتروح رايحه على البادي من اسمها بلو، هتخلي لونه بلو اهو، ده البادي لونه ازرق اهو، تمام. طيب طبعا ده اهو في البادي، ده طبعا السيلز اهي عشان الكبسول بيكون جوه البادي. طيب وتروح رايحه على الكبسول تخليه بيربل، لون بنفسجي اهو، اللون البنفسجي. يبقى اللي من بره ده مين؟ ده كده الكبسول، شفت الكبسول؟ شفت الكبسول. ده رياكشن مهم جدا جدا، اسمه ماكفيديانز رياكشن، ده اسم العالم برضه، ماكفيديانز رياكشن. يجي يقول لي الماكفيديانز رياكشن بيحصل في انهي بكتيريا؟ باسيلس انتروسس. الماكفيديان رياكشن بيحصل في انهي بكتيريا؟ الباسيلس انتروسس. الكولينج رياكشن بيحصل في انهي بكتيريا؟ النيموكوكاي او ستريبتوكوكس نيموني. حلو قوي. فقلنا بولي كروم ميثايلين بلو من اسمها بلو، هتروح تخلي البادي بلو، وتروح على الكبسول تخليه بيربل زي ما احنا شايفين هنا كده بالظبط. ولو عملته بالجرام هيكون انستيند، هلو مش هيستغرب بالجرام، بيستغرب البولي كروم ميثايلين بلو. واسم الصبغه دي كمان مهمه، ممكن تيجي في السؤال عادي لان هي مميزه، وده طبعا مميز جدا. البولي بيبتايد كبسول، الصفحه دي هي الحاجات المميزه هنا، ان هي عندها بولي بيبتايد كبسول، لو عملتها بجرام ستين فهي هتكون انستيند. فبستخدم البولي كروم ميثايلين بلو من اسمها بلو، بتخلي البادي بلو وتخلي الكبسول من درجاته برضه اللي هو الايه البيربل. وده رياكشن مهمه جدا اسمه ايه؟ ماكفيديانز رياكشن. ماكفيديانز رياكشن. الكالتشر بقى بتاعتها ديت بتكون ايروبس، ودي اللي احنا قلنا عليها كلهم ايروبس وفاكولتيف ايروب ما عدا دي، ايروب بس، ايروبس بس. ماشي، فدي احنا لحد دلوقتي قلنا الباسيلس انتروسس عندها حاجتين مميزين، اللي هي الوحيده اللي روب والوحيده اللي بولي بيبتايد كبسول. دي بتجرو على الاورديني ميديا عادي جدا، يعني لحد دلوقتي اللي خدناها مش بتجرو على الاورديني ميديا هي النيوكوكاي، وهي على 37 درجه عادي مفيش مشكله، في 24 ساعه، خلال 24 ساعه يعني بتعمل الكولوني وبتبدا تظهر على الاجار. شكلها عامل ازاي؟ لارج وبيج ديسكس، هي دي شكلها كده على الاجار، ديسك كبيره لارج وبيج، تمام. عندها رف جلانيولار سيرفيس، السيرفيس بتاعها بيكون جلانيولار كده شايفين، محبب السيرفيس، لو هنبص عليه كده هنلاقيه محبب كده. طيب وعندها الريجولار فيمبرييتد ايج، يعني ايه الايج من بره كده؟ طلع حاجه فيمبرييتد كده اهو، كده 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 بتكون ريجولار اهو، طلع كده بس لو كبرنا عليها هنشوفها، دي طالعه اهو بشكل كبير اهي، واضحه اهي. فبسبب الحاجات اللي طلع عليها من بره دي شبهوها بايه؟ براس متوسط. عارفين راس المدوسة اللي هي الاسطورة اليونانية اللي هي كانت عندها في راسها تعابين، تمام، شعرها كان عبارة عن تعابين فطلع منه حاجات كده، شكلها كان عامل كده وطلع منه تعابين كده، تعابين كده، طبعا الرسم زي ماشي، طلع منها تعابين كده، تمام. فهم شبهوها بنفس الشكل، فقلنا ان هي كولوني دي شكلها عامل ازاي؟ مدوسة هيد كولوني، مدوسة هيد كولوني مهمة مهمة مهمة، وممكن يجي يسأل فيها يقول لنا انهي نوع من انواع البكتيريا دي بيعمل على الكالتشر او على الاجار مدوسة هيد كولوني؟ هو مين؟ باسيلس انتروسس. باسيلس انتروسس المدوسة هيد كولوني مميزة لمين؟ باسيلس انتروسس. باسيلس انتروسس مهمة. طيب فاحنا بنقول اهو بسبب اللي هو البتاع اللي حواليها دي كده، وسبب ان هي الراس، فطبعا دي شكل الراس بتاعت مدسه، طبعا دي مش مدسه ولا حاجه يعني، والشعر بتاعها طالع كده، فهو في امبريتد اللي هو في امبريتد ايدجز اللي من بره كده، فشبهوها بالايه؟ بيشبهوها براس مدسه اللي هو مدسه هيد كولني، سميناها مدسه هيد كولني. ماشي، مهمه. وقلنا برده معلومه مهمه هنا ان هي الوحيده اللي روب. طيب البايوكيميكال رياكشن اللي بتعمل في ميتشال مين؟ جلوكوز مالتوز سكروز، جلوكوز
مالتوز سكروز بنت ساكنه في حته في ايه سيمنج دي، كانت دكتور بتقولها لنا في السكشن لما كنا قدكم كده، كانت بتستخدمها لنا في ايه سيمنج، الاس سكروز، الام مالتوز، الجي جلوكوز. طب هو انا هفتكر ازاي؟ طب لما هقول اس هقول سكروز والجي هقول جلوكوز، طب الام انا ممكن اقول مانايت، لا كلهم اوز كده، كلهم في الاخر اوز اهو، مالتوز جلوكوز سكروز، مالتوز جلوكوز سكروز، سيمك ويز اسيد، اسيد بس معهاش جاز، ويز اسيد اونلي، تمام اسيد بس. وبيقول لنا ان الفوجاس بروسكر بيكون بوزيتيف، هو ذكر الفوجاس بروسكر بس بروسكر بس بيكون ايه يكون بوزيتيف. طيب في حاجه مهمه جدا ومميزه جدا برضو هنا وموضوع السؤال، انه يجي يقول لي ماشي هنروح بعد السؤال، ان هي بتعمل ايه؟ بتعمل لوكوفيكيشن او بتلوكوفاي الجيلاتين، فبينتج حاجه او ابييرنس مميز جدا اسمه انفيرتد فاير تري ابييرنس. بصوا دي كده، دي كده الفاير تري شكلها يبقى عامل كده شبه المثلث كده هو لفوق. ف لما حطيناها على الجيلاتين لقيناها بتعمل لوكوفيكيشن الجيلاتين وبتعمل ابييرنس شبه الفاير تري دي بس مقلوبه، انفيرتد فاير تري ابييرنس اهو، دي كده الفاير تري اهو، كانت مثلث كده فوق بقت مثلث كده لتحت، فشبهوها بيها بس بتكون مقلوبه، فقالوا ان هي انفيرتد فاير تري ابييرنس، مهمه ومميزه. يجي يقول لي مين اللي بتعمل لوكوفيكيشن الجيلاتين او مين اللي بتعمل انفيرتد فاير تري ابييرنس هي مين؟ باسيلس انتروسس، تمام؟ باسيلس انتروسس دي اكيد جايه في الامتحان، كلها حاجات مهمه وكلها حاجات مميزه. طيب بالمونري انتروسس او الوول سورترز ديزيز، ايه البالمونري انتروسس ده؟ بص دلوقتي ده مرض كان اسمه الجمره الخبيثه تقريبا، ده يعني مرض بيروح يسيب اللونج، فبنسميه بالمونري انتروسس. بيكون بسبب مين؟ بيكون بسبب البكتيريا اللي هنتكلم عنها دي اللي هو الباسيلس انتروسس. بيقول لك بقى ان الباسيلس انتروسس دي موجوده في مين؟ في الحيوانات. انهي نوع من الحيوانات؟ الفارم انيمالز زي الكتل والشيب، زي الكتل والشيب دول من الحيوانات اللي بيحصل لها اصابه بديزيز اللي اسمه الانتروسس، فبنسميه زونتيك ديزيز. يعني ايه زونوتيك ديزيز؟ يعني بيصيب الحيوانات، المرض ده بيصيب الحيوانات بسميه زونوتيك ديزيز. زونوتيك ديزيز هيجي يقول لي البالمونري انثراكس نوع ايه؟ زونوتيك ديزيز، لانه بيصيب الحيوانات، اي حيوانات؟ الفارم انيمالز، الكاتل والشيب. طيب ممكن ينتقل للانسان؟ طبعا. ازاي؟ دلوقتي ده فارم انيمالز موجوده عادي في المزارع، والناس ممكن اصلا تربيها يعني في اللي هو في الارياف وكده، بيربوها قدام البيت او في اماكن يعني مخصصه ليها جنب البيت، فبيتعاملوا معاها بشكل كبير. فالامتى بقى ازاي يحصل له انفكشن؟ لما يعمل كونتاكت مع ديزيزد انيمال، يبقى لما يبقى في كونتاكت مع ديزيزد انيمال تنتقل له العدوى دي، او مع الديد بودز، مع اجسامهم الميته، ما هو الاجسام دي ذات نفسها جواها الديزيز، ده اصلا الفرو بتاعها في الديزيز، في السبورز بتاعه الباسيلس انتروسس، عشان كده بسميه وول سورتر ديزيز، الديزيز اللي بيجي للاشخاص اللي بتتعامل مع الصوف بتاع الحيوانات زي الصوف بتاع الخرفان. ليه؟ ما هو الخروف ده ممكن يكون حصل له عدوى بالانتروكس، هو اصلا عنده الديزيز ده. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده ان على الجلد، على الفرو بتاعه من بره او الوول ده حصل له ايه؟ حصل له اللي هو الجلد بتاعه من بره او الفرو يعني، كان فيها السبورز بتاعه البكتيريا دي، فالشخص هو بيتعامل معاها راح عامل انهيليشن، شم السبورز، دخلت السبورز جوه اتحولت لبكتيريا تاني لما لقت المكان مناسب للنمو بتاعها وبدات تتكاثر وعملت الانتروكس، تمام؟ طيب فدي الطريقه اللي بيحصل بيها عدوى للانسان. بيقول لنا بقى مين الاشخاص، يعني تخيلوا كده، مين الاشخاص الاكثر عرضه ان هم يجيلهم انتروكس؟ الناس اللي بتتعامل بشكل اكبر مع الحيوانات وخاصه الفارم انيمالز، زي مين؟ الفارمرز، البوتشرز، الجزارين، الفيترينري دكتورز، الدكتورز اللي هم الاطباء البيطريين، دول اكتر ناس بتتعامل مع الحيوانات دي، بالتالي هم اكتر ناس عرضه ان يجي لهم انتروكس. طيب قلنا ان هي بتأفكت بيبول هاندلنج الوول فروم الانفكتد انيمالز، زي ما قلنا اللي هو الصوف، الناس اللي بتعمل في مصانع الصوف والكلام ده كله، وده بيحصل بسبب ان الانهيليشن للسبورز يؤدي لهيموراجيك نمونيا. مهمه مهمه مهمه. مين اللي بتعمل لوبر نمونيا؟ اول اتنين
يعملوا لوبا نمونيا بس التانية تعمل سيفير. طيب مين اللي تعمل هيموراجيك نمونيا التالتة اللي احنا فيها دلوقتي؟ الباسيلس انتروسس تعمل ايه هيموراجيك نمونيا. هيموراجيك نمونيا الباثوجينز بيقول لنا ان الباسيلس انتروسس دي عندها very powerful exotoxin. الاكزوتوسين اللي بتطلعه هو عبارة عن بروتين مدمر ده very powerful قوي جدا لدرجة ان هو بيروح يعمل هيموراجيك نمونيا. تمام. فعنده ثلاثة كومبوننت عارفينهم من قبل كده او لو مش عارفينهم نعرفهم. الإديما فاكتور، الليثال فاكتور، البروتكتيف انتيجين. دول ثلاث حاجات بيطلعهم عبارة عن ثلاث حاجات كومبوننت للاكزوتوسين اللي بتطلعها البكتيريا. طيب بيقولنا ان الإديما فاكتور مع الليثال فاكتور دول بنسميهم اللي هو الاكتيف، اللي هو الاكتيف دومين، اللي هو الاي دومين. الاكتيف دومين ده اللي هيروح يشتغل، ده اللي هيروح يدمر. طب هو عاوز يدخل جوه السيل عشان يدمر، مين اللي هيدخله؟ مين اللي هيفتح له الباب؟ البايندينج دومين اللي هو البي، اللي هو مين؟ البروتكتيف انتيجين. بيحصل الاتي، نبص على الصوره دي كده، بعد كده هنرجع نقرا الكلام ما تلاقوش خالص. عندنا اهو ده الاديما فاكتور ليس الفاكتور، وقلنا ان دول الدومين ايه اللي هم الاكتيف، وعندنا البروتكتيف انتيجين ده اللي هو دومين بي اللي هو البايندينج. يروح رايح اللي هو البروتكتيف انتيجين يمسك هنا كده على الانزيم الموجود هنا او على بسم الله الرحمن الرحيم الريسبتور موجود هنا، يروح عامل ايه؟ يروح مغير في شكل الريسبتور، يروح عامل فتحه. الفتحه دي تدخل مين؟ تدخل اللي هو الايديما فاكتور والليثا فاكتور، يروح داخلين جوه السيل دخلوا. تمام يشتغلوا بقى. الإديما فاكتور تروح راح عاملة ايه؟ تروح راح عاملة اكتيفيشن لإنزيم اسمه الأدينايل سايكليز. الأدينايل سايكليز راح يعمل ايه؟ راح يعمل اكتيفيشن للسايكليك اي ام بي. لما السايكليك اي ام بي دي تروح عامل ايه؟ يروح عامل لص للووتر والإلكترولايتس او الكلورايد، يروح مخرجهم بره السيل يجمعهم. يحصل ايه؟ تجمع المية تحت السابكوتين والسيج. ده معناه ايه؟ إديما. تجمع المية ده معناه ايه؟ معناه إديما. طيب هو اصلا اسمها ايديما فاكتور، تروح تعمل ايه؟ تروح تعمل ايديما. طيب ايه الليثال فاكتور بقى؟ تروح تعمل ايه؟ تروح تعمل نيكروزس وهايبوكسيا، تعمل نيكروتيك تيشو. تمام كده؟ تمام. يبقى عندنا اهو زي ما قلنا ان عندنا البروتكتيف انتيجين يروح رايح ماسك فيه سبيسيفيك ريسبتور موجود على الهوست سيل، عنده بروتيوتيك اكتيفيتي، يكسر فيه البروتين، يعمل مكان يقدر ان تدخل منه مين؟ تدخل منه الايديما فاكتور والليثال فاكتور. الإديما فاكتور تدخل تعمل ايه؟ تعمل اكتيفيشن للادينايل سايكليز اللي هو بدور يروح يعمل اكتيفيشن للسايكليك اي ام بي، ده يعمل لص للووتر والكلورايد يعمل إديما. طيب ايه الليثال فاكتور بقى؟ الليثال فاكتور ده هيروح يعمل ايه؟ تشو نيكروزس او هايبوكسيا، هيأدي في الاخر النيكروزس. المهم ان هو يعمل ايه؟ تشو نيكروزس. تمام؟ تمام جدا. يبقى هنا مهم اعرف ايه الباثوجينز. لو بيطلع اكسوكسين، الاكسوكسين دي بتكون قويه جدا، عندها تلاته كومبوننتس، إديما فاكتور، ليثا فاكتور، بروتكتيف انتيجين. وعرفنا كل واحد بيعمل ايه. الدايجنوزس، هاخد سبيسمن، هاخد عينه سبيوتم، هعمل لها ستيننج بي الجرام ستين، شكلها عامل ازاي؟ دي التالته قلنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف بجرام بوزيتيف، بس اللايف زي ما قلنا ارنجت فيه لونجيتيود. في بقى نوع تاني من الستين ممكن نعمله، فلورسنت ستين. هنجيب ماده مشعه انتي بوديز مشعه وهنروح حاطينها على البكتيريا، هتروح رايحه ماسكه في الانتيجين، هتوريني لما تمسك في الانتيجين ده هتطلع الماده المشعه اللي جواها، هشوفها تحت الميكروسكوب هلاقيها مشعه، فاعرف ان ده ماسك في ده، معنى كده ان دي باسيلس انتروسس فعلا. ودي بيقول ان هي اللي هو كونكلوسيف سبيسيفيك ميثود الدايجنوستس، اصلا انا حطيت اصلا الانتي بودي بتاعها فمسك فيها، فاكيد دي مين؟ اكيد دي باسيلس انتروسس، مش محتاجه. تمام. الكالتشر، الكالتشر ده بناخد سبيوتم بنحطه على نيوترنت اجار، نيوترنت اجار او بلاد اجار. تمام. بس وبنشوف بقى شكلها زي ما قلنا اللي هو المدوس هيد كولوني والكلام ده كله والكونفكس بقى والحوارات دي. ماشي ماشي. بنقول برضو ان احنا ممكن ناخد السبيوتم اللي فيه العينه دي ونروح منحقنينه في الاسكان بتاع الجونيبج. ما الجونيبج ده نوع من انواع القوارض، يعني 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 غلبان قوي بيستخدمه كتير. بين الجوانيبك اهوت الكيوت ده، الفار الكيوت ده. تمام. هو ده الجوانيبك، بناخدها
وبنحقنها. بعد ما بنعمل شيفنج للسكين بتاعه بيكون في اسكار كده عشان نحقنها بشكل كويس وبتقدر تدخل لجوه. وبعد كده نشوف الجوانبك ده هيموت هنشرحه، هنلاقي بالظبط حصل جوه جسمه الاعراض اللي المفروض تحصل مع الانثراكس، فاعرف انه فعلا العينه اللي انا حاططها دي عينه باسيلس انثراسيس لانها عملت انثراكس وواضح عندي في الجوني بيج. تمام كده؟ تمام. عندنا بقى حته مهمه جدا جدا جدا، تيست مهم واسمه مهم ومع مين مهم، الاسكولي تيست. ايه الاسكولي تيست ده؟ الاسكولي تيست ده عباره عن الاتي، عندنا انتيجين هنا وعندنا انتي بودي هنا، في الانتي سيم اللي انا حطيته الاثنين تقابلوا هنا هو هنا هو، حصل انتيجين انتي بودي كومبلكس، حصل هنا بريسيبيتيشن، عامل لي حاجه اسمها رينج اوف بريسيبيتيت اللي هو ده اللي حصل اهو انتيجين، بس لازم يكون سوليبل عشان يقدر يتحرك هنا في الـ في الـ في الفلويد ده. ادي الانتيجين سوليبل ماشي هنا كده، وادي الانتي بودي ماشي كده، الاثنين التقوا هنا، حصل انتيجين انتي بودي كومبلكس مسكوا في بعض، حصل بريسيبيتيشن، عمل لي حاجه اسمها لاين اوف بريسيبيتيت، شكله بيظهر كده. ده اسمه الاسكولي تيست. يجي يسالني الاسكولي الاسكولي تيست ده بيتعمل او بيحصل بيكون بوزيتيف مع انهي بكتيريا؟ سيلس انتروسيس. طيب سيريولوجيكال تيست بقى بنشوف كذا نوع، المهم عندي ان انا اعرف اوصل للانتي بودي زي بريسيبيتيتنج تيست، كومبلمنت فيكسيشن تيست اللي هي اجلوتينيشن تيست، بحط الانتيجين ويمسك في الانتي بودي يحصل اجلوتينيشن للباسلز اللي انا حطاها دي، كلها اسماء اللي تيست خدناها قبل كده، بريسيبيتيتنج كومبلمنت فيكسيشن هيم اجلوتينيشن كل ده. تمام، الفكره ان انا اديتكت الانتي بودي في الشخص ده بس كده. اهم واحد تيست عندي هو الاسبي تيست اللي بينتج عنه رينج اوف بريسيبيتيت، دي اهم حاجه. ماشي، البريفنشن والكنترول. اول حاجه هو بينتقل عن طريق ايه؟ حيوانات. يبقى بديهي ان انا لما اجي ادفن او الحيوانات الميته، لما اجي ادفن الحيوانات دي او الكركاس اللي هو الذبيحه بعد ما نذبحها، يبقى ندفنها في مكان ديب عميق، ندفنها جوه، او ممكن ندفنها جوه لاين بيتس اللي هو جوه حجرات من الجير علشان ما تخرجش السبورز دي لبره ويحصل لها انهيليشن ويحصل عدوى. تمام، ففي سانيتري ديسبوزل اوف انفكتد انيمال كاركاس باي اللي هو بيرنينج اور ديب بيرل ان لاين بيتس، يا اما تتحرق يا اما دي طبعا مش هنعمل كده، يا اما ندفنها في مكان عميق او في حجرات من اللايم اللي هو الجير ونتخلص منها بشكل صحي وكويس عشان ما تخرجش الايه السبورز دي ويحصل عدوى. ايه تاني؟ اوتوكلافنج للانيمال برودكت. يعني ايه؟ اعملها اوتوكلاف بعقمها انا بستخدمها زي الول مثلا، لازم احطها مثلا في ميه سخنه او حاجه، ما اعرفش بيعملوها ازاي بس يعني لازم يحصل لها اوتوكلافنج عشان ما يحصلش استنشاق للسبورز دي. ايه تاني؟ protective clothing and gloves for handling potentially infected material. لما يجي الفارمر يتعامل مع الحيوانات اللي عنده لازم يبقى فيه بروتكشن، ما يبقاش ايده يعني والانهليشن على طول كده، وبرده الدكتورز والجزارين لازم يكون في جلاس، لازم يكون في بروتكتنج او protective clothing في التعامل معاها. اهم حاجه معايا بقى هي الاكتيف immunization. عندنا ثلاث انواع من الفاكسين. هو مش احنا قلنا ان الانثراكس ده زونوتيك ديزيز؟ ايوه. يعني ايه؟ يعني بيجي للحيوانات. انا عندي اتنين فاكسين بعالج بيهم الحيوانات لان علاج الحيوانات مهم، انا مش عاوزه الحيوانات تموت، انا بستفيد منها وفي نفس الوقت مش عاوزه يحصل منها عدوى للبشر. فعندنا اتنين فاكسين، الباسترو فاكسين وده بيتاخد بس للانيمالز، اللايف سبور فاكسين وده بيتاخد للانيمالز. مين بقى اللي نديه للهيومنز؟ الوم بريسيبيتيتد بروتكتيف انتيجين فاكسين. الوم بريسيبيتيتد بروتكتيف انتيجين فاكسين الاي BBA vaccine. Alum Bacteriated Protective Antigen Vaccine اللي هو الاسم الطويل ده، ده اللي بنديه للهيومنز. بنديه ازاي؟ بنديه تلات عينات. أول واحدة بتتاخد، بعد كده بعديها بست أسابيع بناخد التانية، بعديها بست شهور بناخد التالتة. ستة وستة، ست أسابيع ست شهور. تمام، بتكون قد إيه؟ بتتاخد انترا ماسكولار، بتكون نص ملي لكل واحدة، يعني لكل فاكسين أو كل تطعيمة نص ملي. يبقى هو إيه؟ It's used for humans and given for persons exposed to anthrax infection. بنديه للاشخاص اللي عرضه ان يجيلهم anthrax. و it's given intramuscular in 3 doses في 3 عينات، او كل واحده بيكون نص ملي، وبيكون اول واحده بعد كده بست اسابيع الثانيه، بعد كده بست شهور الثالثه. تمام كده؟ تمام.
والحمد لله كده نكون خلصنا البسيل اللي هو الباسيلس انتروسيس. تمام الحمد لله. نيجي بقى لاخر بكتيريا معانا وهي اليرسينيا بيستس. اليرسينيا بيستس دي من غير ما نبص جرام نيجاتيف ولا بوزيتيف، جرام نيجاتيف قلنا، بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف، هي جرام نيجاتيف. نان مطيب، ما خدتش حاجه لحد دلوقتي مطيب، وقلنا ان كلهم كابسوليتد، فهي كابسوليتد. شكلها عامل ازاي؟ كوكو بس اللاي. بصوا الترتيبه جايه ازاي، اللي هو كوكاي بعد كده بس اللاي، بس اللاي واحده جامعه الاثنين مع بعض، ما بزعلش حاجه، كوكو بس اللاي، يبقى كوكاي بس اللاي، بس اللاي كوكو بس اللاي. احفظها كده. وقلنا ان هي جرام نيجاتيف طبعا، وعندها حاجه مميزه جدا وموضع سؤال بالنسبه لليرسينيا بيستس، وهي البايبولاريتي. يعني ايه؟ لما نعمل لها ستيننج بتيجي البولز من هنا ومن هنا، عندها افينيتي عاليه للستين، بتجذب الستين ناحيتها، فبتكون الستين فيها بتكون واضحه اكتر عن باقي الايه، عن باقي البكتيريا، فبنسميها بايبولاريتي. اهو بنشوف البايبولاريتي دي لما نسبخها بانهي صبغه بشكل احسن، ليشمانيا ستين، ودي برده مهمه. يبقى المهم بالنسبه لي هنا ان هي عندها باي بولاريتي، الباي بولاريتي دي نتيجه لايه؟ الافينتي العاليه تجاه الستين. طب بشوفها احسن بانهي ستين؟ ليشمان اللي هو ليشمان، سوري يا جماعه ليشمان ايه؟ دخلنا في الجوره، ليشمان ستين، ليشمان ستين. تمام؟ طيب الكالتشر بقى بتاعتها زي الباقيين، احنا قلنا الثالثه بس هي اللي مختلفه، هي الاروبس بس، لكن دي اروب وفقط تبقى انوب زيها زي الباقي. هنا بقى مميزة عندها التمبريتشر ان هي 27 مش 37، لا 27 سيليزيوس. تمام؟ طيب وبتجروا عادي على الورديه ميديا، بس بتبقى افضل على البلاد اجار. شكلها على البلاد اجار عامل ازاي؟ بص بتكون صغيره سمول لو قارناها بالباقي اللي كنا بنقول عليها بيج، اللي هو بالباسيلس انتروسيس مثلا، شوف شكلها كان عامل ازاي. فهي بتكون سمول ترانسبيرنت، تمام، ومش بتعمل هيموليسيس للبلد، معناها ان هي عندها اي نوع جاما هيموليسيس، عندها اي نوع جاما هيموليسيس. طب مين اللي بتعمل بارشال هيموليسيس اللي هي الفا هيموليسيس؟ اول واحده كانت اسمها ايه؟ ستريبتوكوكس نيموني او نيوكوكاي. ماشي، يبقى هي دي شكلها على البلد اجار، بتكون ديسك ترانسبيرنت، عندها جرانيولار سيرفيس برده بس بسيط خالص، وعندها ايدج من بره بس مش ريجولار زي التانيه، وما بتعملش هيموليسيس للبلد. اهم حاجه اعرف ان هي ترانسبيرنت، ما بتعملش هيموليسيس للبلد، وبتجرو على في 27 درجه. تمام؟ مش 37، 27. نركز. طيب الباي كيميكال رياكشن بقى بتعمل منشن لي الجلوكوز والمونايت، وتطلع اسيد اونلي زي اختها اللي قبليها، ومش بتعمل تشينج في الملك، مش بتغير في الملك. طيب نحفظها ازاي؟ جولدمان از نوت تشينجد، جولدمان جي جلوكوز الام مونايت نوت تشينجد، مش بتعمل تشينج في الملك. تمام؟ طبعا نفتكر مع اسيد اونلي، في المنديشن لي جلوكوز، جلوكوز مانايت نوت تشينج، لو نوت تشينج الملك. دي البايوكيميكال رياكشن بتاعت اليرسينيا بيستس. الانتيجينيك ستراكشر والفالنس فاكتور الاثنين مع بعض هما عباره عن ايه؟ هناخدهم A B C D E، وهتلاقوني كاتباها كده برضو في الجدول. ال A اللي هي انتي فاجوسيتك، النتيجه مين؟ الفراكشن 1، البروتين اللي بيكون موجود على الانفلوب من بره، بيخلي الفاكشن 1 ده بيخليها يبقى عندها انتي فاجوسيتك بروبرتيز، ويعمل اكتيفيشن للكومبلمنت. هو ايه ده؟ ازاي يعمل انتي فاجوسيتك واكتيفيشن للكومبلمنت؟ ما هو عشان انتيجينيك ستراكشر يعمل اكتيفيشن للكومبلمنت، وعشان فايرنس فاكتور في نفس الوقت يعمل انتي فاجوسيتك بروبرتيز. ده اللي هو الفاكشن 1، البروتين الموجود على الانفلوب من بره ده ايه؟ انتي فاجوسيتك بروبرتيز. بي بقى اللي هو البكتيروسين او البستسين، البكتيريو سين البروتين او البروتايد تشينز اللي بتطلعها البكتيريا عشان تقتل البكتيريا اللي حواليها او اللي شبهها، بس هي مش بتاثر على الهيومن قوي لان في انزيم وحاجات كده بتعملها. المهم البكتيريو سين، نعرف الاسم البكتيريو سين. السي كواجوليز، السي كواجوليز وبيقول لنا ان هو ده بيبقى على درجه حراره 28 مش درجه حراره 37. تمام؟ 28 ده الكواجوليز السي. طب الدي، الدي ده يعني بيديك ايه؟ وايلد تايب. ايه اللي بيكون موجود في الوايلد تايب؟ اصلا احنا عندنا اليرسينيا كذا نوع، عندها قصدي انتيجنز، الانتيجنز اللي هي موجوده على الوايلد تايب هي مين؟ الفي دبليو انتيجن،
يبقى دي wild type اللي هو فيه W antigen. ال E endotoxin و exotoxin بتطلع الاثنين endotoxin و exotoxin. ال endotoxin طبعا اللي هو نوعه ايه live polysaccharide و بتطلع several exotoxins, exotoxins مختلفة. بدأ A B C D. A anti phagocytic properties ده cell fraction 1. B bacteriocin او البكتيريوسين. C الكواجيوليز وده قلنا في درجة حرارة 28 مش 37. طيب درجة حرارة البكتيريا دي مختلفة عن الباقيين. اول حاجة هي بتكون على 27 مش 37 والكواجيوليز بيطلع على 28 مش 37. تمام طيب؟ ناخد بالنا منها. طيب وي الدي الدي ده wild type اللي بيبقى عنده نوع معين من الانتجن ال V W antigen. طيب ال E endotoxin و exotoxin. البليج الطاعون او البلاك ديث. الطاعون ده بينتقل ازاي؟ سببه يرسينيا بيستس. طب بينتقل لنا ازاي؟ الريزيفوار بتاعه يعني الكارير بتاعه اللي مليان يرسينيا بيستس وبينقل الطاعون معروف مين؟ الفار الوايلد رات. ايه ده؟ لا اله الا الله. الوايلد رات اهو وايلد رات ريزيفوار مليان يرسينيا بيستس اللي بتعمل بليج. ايه اللي يحصل بقى؟ يجي الايه الاستاذ ده يروح يقف على الفار ده وهو بيسحب دمه يسحب معاه اليرسينيا بيستس يسحب معاه البكتيريا. يوم ايه يحصل بقى؟ البكتيريا لما دخلت جوه الابدومن بتاعه جوه بطنه كده لقت المكان مناسب جدا للتقاثر وانها يحصل لها جروس. فبدا يحصل لها جروس جروس جروس. بعد كده الفليده اول حشره دي راحت راحه عامله بايت عضت الانسان وهي بتعض الانسان بتخرج معاه ميوكس من جوه بيخرج معاه مش بس ميوكس بتخرج اللي هو يعني فلويد من الابدومن. الابدومن او الابدومن اللي كان فيه ايه؟ اللي كان فيه البكتيريا تروح خارجه لجوه مين؟ تدخل جوه عن طريق البايت اول حاجه العضه دي يدخل جوه الانسان البكتيريا. الانسان حصل له انفكشن بيه اليرسينيا بيستس جاله طاعون او بليج البلاك ديث. تمام؟ فده ازاي الانسان بيحصل له عدوى. اول حاجه كان عندنا الريزرفوار بتاعنا للانفكشن هو مين؟ الوايد رودنس او الرات اللي هو ده. طيب بعد كده هيجي يحصل له ترانزيشن بقى عن طريق ايه؟ ما انا لو انا بعيده عن الرات مش هيعمل لي حاجه بعيد عني خلاص بعيد. لكن في حاجه بتنقله بتروح راح عضه ده وبعد كده تروح راح عضه الانسان تنقل حاجه من هنا ليه هنا. الترانزيشن بيحصل عن طريق ايه؟ الفلي اللي هي اسمها ايه؟ زينوبسيلا تشوبس. هي اسمها كده زينوبسيلا تشوبس اللي هو الكائن ده الفلي ده زينوبسيلا تشوبس. تمام؟ طيب فبيقول ان الفلي فيدنج على الانفكتد رات بتاكس او بتاخد معاها اورجانيزمس مع البلاد وهي بتسحبه. تمام؟ الاورجانيزمس ديت بقى اندر ستوبر كونديشن النسبه للتمبرشر والهيوميديتي ملتيباي في الاستومك بتاعه الفلي. يعني في بالنسبه للابدومن بتاعه او الاستومك بتاعه شايفه ان درجه الحراره كويسه جدا والهيوميديتي كويسه جدا فبتعمل لا فبتعمل ايه فبتعمل ملتيباي فبتعمل جروس. لما الفلي بقى بتعمل بايت للمان او للانسان بتخرج الكونتنت بتاعه الاستومك دي جوه البايت دي فيحصل انفكشن للانسان بالبكتيريا. تمام تمام. فبيحصل البليك عندنا 3 ستيجز للبليك. اول حاجه اسمها بيوبونيك بليك. يعني ايه بيوبونيك بليك؟ اول ما حصل البايت وحصلت العضة دخلت البكتيريا بتنتقل لأقرب لينف جلاند أو أقرب لينف نود بتمشي في خلال اللينفاتكس تروح راح لأقرب لينف نود ده ممكن يكون أكزيلا جروين نيك. والله لو العضة كانت عند الإيد هتروح للأكزيلا في الدراع يعني هتروح للأكزيلا اللي هي منطقة الأندر آرم. طيب لو حصل في الرجل هيروح للجروين. طب لو حصل في الرأس أو في النك هيروح للنك للنك لينف نود. ايه اللي يحصل بقى لما يروح للنك لينف نود؟ يعمل انفلاميشن يعمل مشاكل يخلي اللينف نود دي فيها سوالين بتبقى كبيره كده وواضحه. تمام هنشوف بصوا شكلها كده بتكون شكلها كده. طبعا ده في منطقه الجروين يبقى حصل البايت من عند الايه الرجل وراح واصل ماشي في الليمفاتيك راح واصل اقرب لينف نود في المنطقه دي اللي هي الجروين لينف نود عمل انفلاميشن وعمل انتنس هيموراجيك inflammatory reaction بقى فيه hemorrhage وفي inflammation قوي في الليمف نود ادى ان الليمف نود دي بقت كبرت وبقت swollen. تمام لما يحصل كده في الليمف نود حصل فيها inflammation hemorrhage swollen بسميها ايه؟ بنسميها بيوبو
بتسمى ايه؟ بتسمى بيوبو، عشان كده هي اسمها بيوبونيك بليك. اسمها ايه؟ اسمها بيوبونيك بليك. دي اول مرحله ان هي راحت فيه الليمفاتيك، راحت للليمف نود عملت فيه المشاكل دي وعملت حاجه اسمها بيوبو فبسميها البيوبونيك بليك. بعد ذلك تروح راح ماشيه في مين؟ في البلد. لما تمشي بقى بسميها ايه؟ سيبتي سيمك بليك. سيبتي سيمك بليك عملت سيبسيميا، مشت في البلد، راحت لاماكن مختلفه واورجانز مختلفه في الجسم. لما توصل بقى لللنج، لما توصل لللنج تعمل حاجه اسمها نمونيك بليك. لما وصلت لايه؟ لما وصلت لللنج. طيب في بقى نوع نمونيك بليك اسمه برايمري نمونيك بليك. اصل ده مش برايمري ليه؟ دي لفت، دي لفت لف على الاورجانز بعد كده راحت راحه لللنج. يعني هي في الاساس مش راحه دايركت لللنج كده، تمام؟ يعني هي مش داخله اللونج، لا هي داخله اصلا في الليمف نود. مش نوع البرايمري بقى ده بيبقى نتيجه لايه؟ البرايمري ده زي ما اتفقنا ان البكتيريا عارفه طريقها هي رايحه فين، هي رايحه على اللونج، يبقى هتروح على اللونج دايركت، هي سبب الاساسي للمشكله. ده يحصل عن طريق ايه؟ عن طريق الانهيليشن، عن طريق انفكتيف دروبلتس. بصوا معايا كده او ما تبصوش. يا الله ثواني. طيب اهي الصورة، ايه كنا بنعمل ايه؟ ماشي. بص ده كده شخص اهو، لا اله الا الله، ده كده شخص اهو، الشخص ده عنده نمونيك بليك وصلت ليه اللنج. ده شخص تاني، الشخص ده هيلثي ما عندوش حاجة، ده عمل مثلا كحة او خرج ايه دروبلت من بقه، فاللي حصل ان الدروبلت دي خرج معاها ال لا اله الا الله، فاللي حصل ان الدروبلت دي خرج معاها ايه؟ خرج معاها البكتيريا، هي انفكتيف، فحصل انهيليشن من الشخص الهيلثي ده. الانهيليشن ده دخل عن طريق الريسبيراتوري تراكت، هتروح ماشيه في الريسبيراتوري تراكت توصل لحد اللور الريسبيراتوري تراكت، تعمل انفكشن هناك، توصل لللنج، تعمل برايمري نمونيك بليك. ليه برايمري؟ هي اصلا دخلت عن طريق الانهيليشن، هي داخله عن طريق الريسبيراتوري، هي راحه ومحدده المكان بالظبط، هي راحه على اللنج، هي الاساس، ما لفتش وراحت اماكن تانية او كانت رايحه اماكن تانية وبعد كده راحت لللنج، لا هي راحت لللنج على طول، فبتعمل حاجه اسمها برايمري بليك. تمام؟ ده بيحصل عن طريق ايه؟ الانهيليشن للانفكتيف دروبلتس. لطيف ماشي. ايه بعد كده؟ قلنا بقى ان النمونيك بليك دي هايلي انفكشوس، عشان كده في فتره من الفترات كان انتشر الطاعون ده بشكل كبير جدا، كانت الناس بتمشي في الشارع لابسه الماسك المخيف ده. استنوا هوريكم شكله. على فكره دي حاجات انا هجيبها بعدين في شكل صور كده بتوضح لنا كل حاجه. الشكل ده لو عارفينه، يعني اعتقد ان هو مشهور. ليه؟ بسبب ان الانفكشن دي او النمونيك بليك دي هايلي انفكشوس، مجرد انهيليشن، مجرد حد عطس في وشك هيحصل ايه؟ هيحصل انفكشن. تمام؟ طيب طبعا كانت فيتال، بيقول لنا اهو ان السبتي سيميك والنيومونيك بليك فيتال لو ما اتعالجتش في الايرستيج، لو ما اتعالجتش في مراحلها الاوليه او ما اتلحقتش هتكون فيتال، اللي هما النوعين الاخرين اللي هو السبتي سيميك والنيومونيك. اللابوراتري دياجنوزيس بقى، اول حاجه ناخد اسبيتم سبيوتم. في الحاله دي هل بس ممكن ناخد اسبيتم بس؟ طب هو مش ممكن ناخد من الليمف لو هي في المرحله الاولى اللي هو البيبوريك؟ طب مش ممكن ناخد في البطن لو هي في السبتسميك؟ ممكن ناخد في الاسبيتال لو هي ايه نيمونيك. طيب فبناخد سبيوتم عشان احنا دلوقتي بنتكلم على الريسبيراتوري تراكت، ناخد سبيوتم. طبعا اهم ستين عندنا الليشمان ستين علشان اديكت الباي بولاريتي مهمه. طيب بنقول ان احنا نحطه على بلاط اجار في درجه حراره 30 لمده 24 ساعه. تمام؟ درجة حرارة 30 لمدة 24 ساعة. طيب طبعا بيقول لنا الكالتشر بقى بيكون شكلها عامل ازاي؟ طبعا عارفين بتكون السمول وترانسبيرنت ومبتعملش هيموليسيس. بيقول لك كمان احنا ممكن نعمل انكيوليشن في الانيمال زي الجوني بيج مثلا ونشوف اللي حصل عليه او كده، في اشكال المرض يعني. تمام؟ تمام. بيقول لنا برضه الكالتشر دي بتكون هايلي انفكشوس عشان كده هنتعامل معاها بحذر. استرولوجي بيقول لنا ان الرايزنج انتي بودي انتي بودي تتر ده مع ده دايجنوستيك، اللي هو كل ما نيجي نشوف الانتي بودي نلاقيه بيزيد بيزيد بيزيد، فالرايزنج تتر ده دايجنوستيك ان العيان ده عنده فعلا يرسينيا بيس. طيب ممكن نعمل حاجه اسمها باسيف هيم اجلوتينيشن،
انا دلوقتي بدور على الانتي بودي، تمام؟ فهجيب الانتيجين بتاعت اليرسينيا بيستس اللي هو الفراكشن 1 اللي اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هو فراكشن 1 انتيجين، تمام؟ وهحطه على البلوت سيل، وبعد كده هحطها في العين. والله لو عنده انتي بودي هيمسكوا في بعض، وهنشوف الايه اللي هيحصل في التست بتاع الهيم اجلوتينشن، تمام؟ تمام، بس كده احنا بندكت الانتي بودي في البلوت. بريفنشن وكنترول، هو بينتقل عن طريق الرودنس او الرات، يبقى انا محتاجه اعمل، وكمان بيحصل له ترانسميشن عن طريق الايه الفلي اللي هو الزينوبسيلا تيوبس. زينوبسيلا تيوبس احنا واحنا بنحفظها كان عندنا في الباره حفظناها ببسله، والله بجد اللي هو بسله، والتيوبس دي اللي هي شيبسي، فبسله وشيبسي، فيعني ايه بصمجه يعني. المهم فنعمل كنترول للرات والفلي دي عشان ما يحصلش اصلا انتقال العدوى. وكل البيشنت اللي عندهم بليج لازم لازم، خاصه لو دمانك بليج اللي هو بينتقل عن طريق الانهيليشن، لازم يكونوا ايزوليتد، لازم ينعزلوا عن الناس لان ده هايلي انفكشوس. طيب كونتاكت اوف بيشنت، لو في حد بيتعامل مع عيانين عندهم بليج او ممكن يحصل لهم بليج، بيديهم بروفلاكسس او كيمو بروفلاكسس وقايه اللي هو تتراسايكلين، بيديهم ايه تتراسايكلين. اول اسم دواء مقرر عليكم قبله تتراسايكلين، ده كيمو بروفلاكسس للناس اللي بتتعامل مع البيشنتس اللي عندهم بليج او اللي ممكن يجي لهم بليج، فبديهم كيمو بروفلاكسس وقايه قبل ما يحصل لهم كده، تمام؟ طيب نيجي للفاكسين، ودي الجزئيه المهمه. عندنا نوعين من الفاكسين، فورمالين كيلد فاكسين واللايف اتنويتد، يا اما كيلد يا اما اتنويتد، مجرد ضعفته او قتلته. الفورمالين كيلد فاكسين ودوت بديه للترافلرز مثلا اللي هم رايحين لمنطقه معروف ان الطاعون فيها او البليك فيها منتشر، فدول الناس دول هاي ريسك ان هم يجي لهم ايه بليك، انا بدي لهم فاكسين اللي هو الفورمالين كيلد. طيب اللايف او الليف اتنويتد فاكسين دوت يعني عملوه حديثا وبيدي مور بروتكشن او حمايه اعلى ضد البليك. يبقى عندي نوعين فاكسين، فورمالين كيلد فاكسين والليف اتنويتد فاكسين او الليفنج اتنويتد فاكسين، تمام كده؟ تمام. وبدي كونفراكسس مين؟ تتراسايكلين. يجي يسالني مين اللي بدي معاه كيموفراكسس اللي هو تتراسايكلين؟ مين؟ ال يرسينيا بيستس او البليج. طيب كده الحمد لله نكون خلصنا، وخلصنا الاربع محاضرات بتوعنا، اربع قصدي اربع بكتيريا بتوعنا، تمام؟ دي طبعا عباره عن صور كده بتفكرنا بالبكتيريات دي، لو عاوزين تبقوا تبصوا عليها فتمام، هقول لكم بس كل حاجه عباره عن ايه عشان بس ما نطولش، عشان عاوزين لسه نراجع الجدول. طيب اول حاجه دي النيو دي اللي موجوده هنا دي معناها ايه؟ نمو، ان هو نيموني اللي هو ستريبتوكوكس نيموني. طيب اللون ده اللي هو البلو ده عباره عن ايه؟ اللي هي جرام بوزيتيف. طيب بالنسبه بقى للراجل الموجود ده اللي هو التشين، شايفين اللي هو التشين ده؟ فبتفكرنا بايه؟ اوبتوشن، تمام؟ اللي هو ايه سنسيبلي لاكتوشن. طيب اللي هو اللي بتاع العصافير اللي هي دي، ده ايه؟ ده اللي هو كان اسمه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم نسيت. حاجه شبه الحمام بس مش حمام، مش فاكره قوي، بس هو كان اسمه قريب من اللي هو الكولينج رياكشن، اسمه كان اسمه كولينز تقريبا، تقريبا كده يعني. فكولينج رياكشن، فده كولينج رياكشن مع مين؟ مع الستريبتوكوكس نيموني. طيب هنا ده معناه وجود بايل وفي حاجه دايبه جواه، فنفتكر ان هو بايل سوليبل. بعد كده في هنا كده ساك، فافتكر ان هو ايه بولي ساكرايد، بولي ساكرايد كبسول، تمام؟ طيب وكذا واحد في بولي ساكرايد كبسول، والحقنه دي معناها ان نعمل انتجين منه اللي هو قصدي نعمل فاكسين منه اللي هو البولي ساكرايد فاكسين. وهنلاقي هنا نقط كده حمراء وعلى لون اخضر، معناها ان هو بيعمل بارشال، ان هي مش كلها حمراء لا ده نقط بس، معناها ان هو بيعمل بارشال هيموليسيس او الفا هيموليسيس مع جرينش ديسكلاريشن، تمام؟ لو انتوا يعني من النوع اللي بيحب ان هو يفتكر بالصور. طيب دي معناه ايه؟ دي بتاعت الكلبسيلا. اول حاجه الماسك ده معناه ان هو عنده نمونيا، لان هي بتعمل ايه سيفير فورم اوف لوبر نمونيا. طيب وده معناه ايه؟ ده معناه الاسطره بتاعت اليورينري تراكت، معناه ان هي بتعمل يو تي اي، ودي قلنا ان هي مهمه. طيب بعد كده هنلاقي الملك ده وان هو فيه لاكتوز، فهي لاكتوز فيرمنتر، وبيبقى شكلها على كلنس ايه روز بينك، لان لونه بينك اهو. ده الشكل ده عشان عندها اللي هو الكلاب لايك تيل، فقلنا عليها ان هو ده شكل الكلبسيلا. والحاجات اللي حواليها هنا دي معناها كبسول، فهي كبسيوليتد وملزوقه هنا كده، فهي ام موتايل او نان موتايل.
طيب ده بتاع مين؟ ده هنلاقي هنا انت، فده اللي هو الانثراكس، انت انثراكس، وهنلاقي الشكل اللي هو الايه الميدوسا هيد كولوني. هنبص هنا كمان هنلاقي ان في اللي هو البنت لابسه حاجه من الصوف، الواد لابس حاجه من الصوف، فمعنى كده ان هو بيعمل ايه اللي هو الول ديزيز، بيجي نتيجه للتعامل مع الحيوانات الفارم انيمالز. يعني هنبص هنا كمان هنلاقي ان دي لونها بنفسجي، فاللون البنفسجي ده هيقول لي ايه؟ هيقول لي ان ان هي جرام بوزيتيف. وهنبص هنا هنلاقي عارفين اللي هي تتاخد للربو دي بتطلع اكسجين، فمعناها ان هي ايروب، كانت دي مميزه فعلا فيها ان هي الوحيده اللي ايروب مش فكرتها تبقى ايروب. وبعد كده هنبص بقى على الايه؟ الحاجات اللي واقعه في الارض دي معناها اللي هي السبورز اللي بتكون موجوده في السويل. بعد كده هنبص على الفاكتورز، اول حاجه هنا هنلاقي كلمه اديمه دي ومنزله حاجات كده، فدي كده ايه الاديمه فاكتور. طيب دي كده الليس الفاكتور. طيب هنفتكر كمان ان في هنا حاجه كده منع وجود الانت انها تقرب من البنت، فده حاجه اسمها بروتوجي اللي هو البروتكتيف انتجن. طبعا هو مش بيحمي ولا حاجه، بس يعني عشان نفتكرها بروتكتيف انتيجن. فدول التلاته كومبوننت، بروتكتيف انتيجن، اديما فاكتور، وليس الفاكتور. طيب بالنسبه بقى للحاجات دي برضو الخيام دي، فهي كامب، فاكرين كامب؟ ده كامب ده ايه؟ سايكليك ام بي اللي هو كان بيحصل اكتيفيشن عن طريق الاديما فاكتور، تمام. وطبعا كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل هيموراجيك نمونيا، مهمه هيموراجيك نمونيا. هنبص هنا كده هنلاقيه بيكح، بيكح حاجات حمراء اللي هو دم، هيموراجيك نمونيا، تمام كده. طيب ده بالنسبه بقى لليرسينيا بيسس. هنبص هنا هنلاقي ان طبعا العلامه دي هتفكرنا بالبليج. طبعا في حشرات هنا معناها انه بينتقل من الفئران للانسان عن طريق الايه اللي هو الزينوبسيلا تشيبس زي ما قلنا، وبيروح للليمف نود بيعمل اللي هو البيوبو اللي هو بيكون في انفلاميشن وهيمورج وسوالين للليمف نود. بعد كده بيروح يعمل سيبسيميك بليج وبعد كده نيومونيك بليج، واتكلمنا عن الانواع دي كلها، تمام. هنبص فوق هنا كده برضو هنعرف ان هي جرام ايه، جرام نيجاتيف. بس كده نكون خلصنا الحمد لله. لو هنبص بس على الجدول، هو ممكن ما نلحقش يعني، بس بصوا الجدول بيكون شكله عامل ازاي. هنبص هنا نلاقي جرام بوزيتيف اهو، جرام بوزيتيف، نيجاتيف، بوزيتيف، نيجاتيف، وهنكمل بقية الحاجات كلها. هنلاقي ان هنا دي كده ده الكوكاي، يعني كوكاي بس اللاي، بس اللاي كوكو، بس اللي هنحفظها كده اللي هو بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف، كوكاي بس اللاي، بس اللاي الاثنين مع بعض كوكاي بس اللاي، وهكذا. ونحفظها كده كلهم ايروبيك فاكتيف انيروبيك اللي هو فاكتيف انيروب وايروبيك فاكتيف انيروب وايروبيك، ما عدا واحده بس اللي هي في النص ايروب بس. فانا هفتكر بالشكل ده اللي هي الثالثه اللي هي كانت مين، هفتكر في الامتحان هشوفهم واحده واحده اللي هو البسيلس انتراسس، تمام، وهكذا. مين اللي كان عندها انفرتد فري فاير تري؟ هبص هنا هفتكر ان هي كانت الثالثه في العمود اللي هي مين، الباسيلس انتراسس، وهكذا، تمام. فاحنا كاتبين في الجدول الحاجات المهمه بتاعت كل حاجه، وهنا الاسكلايتس هو كان ده بتاع مين، ما تبصوش على الجدول، كان بتاع الباسيلس انتراسس اللي هي الثالثه، تمام. الحاجات المهمه بتاعت كل واحده هنا كده في الجدول، فلو يعني تحفظوا منه هيبقى كويس جدا، تمام. بس كده كده نكون خلصنا. ان شاء الله يكون الشرح كويس، وان شاء الله برضو في فيديو المراجعه هنراجع من الجدول ده، تمام. هنراجع سريعا كده من المحاضره وهنراجع الجدول ده برضو عشان ايه نكون متذكرين في شكل العواميد دي. بس كده اتمنى الشرح يكون كويس وفهمته، ولو في اي حاجه برضو ممكن تبعتلها فورم الفيدباك. بس كده بالتوفيق في المذاكره، سلام.